بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة والسيدات الحضور، يسر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة المتوسطة أن نرحب بكم هذا اليوم في محاضرة عن الامتياز التجاري الفرنشايز. يقدم المحاضرة هذا اليوم سعادة المهندس محمد بن إبراهيم المعجل، رئيس لجنة الفرنشايز بالغرفة التجارية وعضو مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة المتوسطة. كما يشرفنا هذا اليوم سعادة نائب رئيس مجلس الأمناء لمركز الرياض سعادة المهندس ناصر محمد الماضي. المحاضرة هذا اليوم ستتناول التعريف بنظام الفرنشايز وكيفية اكتساب الخبرات في هذا المجال والعمل المشترك مع الشركة والمؤسسة الأم. لعلنا هذا المساء تعرف على محاور هذا النوع من الاستثمار، أنواعه وعناصره وأساساته، وأبرز إيجابياته وسلبياته والتحديات التي تواجهه. وكما سيقدم سعادة المحاضر التوصيات التي يرى أنها تعزز من نجاح هذا النوع من الاستثمار. الأخوة والأخوات الحضور، إن المعرفة بكافة الجوانب القانونية والفنية في مجال الفرنشايز هو أحد أهم الركائز في نجاح مثل هذا النوع من الاستثمار. ونحن في مركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة المتوسطة ممثلة بمجلس أمناء المركز حريصين على أن تساهم النوعية هذه من الاستثمار وعلى النجاح والتطور في اقتصادنا المحلي، كما أننا مستعدون للتوجيه والإرشاد في أي وقت لنجاح مثل هذه المشاريع. والآن يقدم سعادة المهندس المحاضرة ويديرها سعادة المهندس حمد الماضي نائب الرئيس. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة في البداية حب أقدم جزيل الشكر للأخوة في الغرفة التجارية مجلس الإدارة على رأس مجلس إدارة الغرفة، وشكر خاص للمهندس منصور شثري رئيس مركز الرياض المنشآت الصغيرة ورئيس مجلس الأمناء للمركز الرياض المنشآت الصغيرة، وأيضا نشكر الأمانة العامة وعلى رأسهم الأخ حسين العدل، كما نشكر الأخ حمد وجوده معنا في ودعمه لنا وحضوره في هالمحاضرة. ولا ننسى أيضا الشكر فضل الأستاذ فهد على ترتيبه لهذا اللقاء وجهوده المبذولة، وأيضا الأخ هلال، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نبدأ بسم الله الرحيم عن التعريف بالفرانشايز. يكتبين عندهم في الشاشة ولا الذي حالي بس. احنا بنتكلم حقيقة عن اليوم عن نظام جديد في البزنس، هو طبعا جديد بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية، ولكن في الدول بعض الدول المتقدمة زي أمريكا وبعض الدول الأوروبية زي بريطانيا ونوعا ما اليابان هو قديم عندهم، وله يمكن يعني أكثر من عقود، يمكن 6 عقود 7 عقود من الزمن. هو يعتبر بالامتياز التجاري أو الفرانشايز هو نظام بزنس، يعني بزنس موديل. فكثير من الأعمال التجارية لها عدة أنظمة، واحدة من الأنظمة اللي هو البزنس موديلز اللي هو الفرانشايز، يعني الانسان لما يبغى يشتغل في نظام التجاره يختار نوع من الانظمه المتعارف عليها. فاحنا بنتكلم الان الليله عن الفرانشايز وماذا يعني الفرانشايز. اول شيء تعريف نظام الفرانشايز. نظام الفرانشايز هو عباره عن عقد بين جهتين، الجهتين هذه يعني مستقلتين تماما عن بعض، كل جهه تعتبر منفصلة ماليا وإداريا وقانونيا عن الجهة الأخرى. فالمانح هو عنده مجموعة من الأنظمة وأدلة التشغيل وهوية واسم تجاري ونظام تجاري وعمل تجاري وبزنس ناجح، ويرغب في تأجيره إلى جهة أخرى، إلى مستثمر، والمستثمر هذا يسمى الممنوح. فهما جهتين منفصلتين تماما. فيختلف هو عن الوكالات، الوكالة لها نظام والفرانشايز لها نظام آخر. للأسف المشرع في القانون السعودي قانون التجارة ما فرق كثير ووضع نظام الفرانشايز تحت نظام الوكالات، وهذا خطأ الحقيقة، يعتبر خطأ شبه فادح، يعني لأن الوكالة تختلف تماما عن الفرانشايز. الارتباط اللي بينهم يعني ارتباط مختلف عن الوكالات.
فهو عقد منفصل، عقد مستقل، عقد بين جهتين مستقلات تماما. هذه مهمة جدا جدا بالنسبة اللي يرغبون يشتغلون في نظام الفرانشايز، سواء كان ممنوح أو مانح، حتى أن المانح يعرف أنه يعني منفصل تماما، مستقل تماما عن الممنوح. ممنوح جهة مستقلة، عند البزنس حقه، عند ماله، قانونيته إلى آخره، وأيضا ممنوح مستقل تماما عن المانح. بينما الوكالات لا، فيه ربط بين الوكالة وبين الوكيل، فأي خلل أو أي خطأ يصدر من الوكيل قد يحاسب عليه الموكل صاحب الوكالة. بينما الفرانشايز لا، هو جهة مستقلة، فبالتالي هو يعني يحاسب على ما يتم من عمله. واضحة هذه ولا واضحة شوية؟ فرضا أنا بضرب بعض الأمثلة بأسماء تجارية، لو جينا مثلا شركة مكدونالدز في السعودية، لو سوت خلل أو خطأ أو شيء لا تحاسب شركة الأم، تحاسب الشركة الداخلية. بينما الوكالات لا، قد تحاسب شركة الأم بحكم أن المنتج حقها يتبع الشركة الأم. نبغى نتكلم حنا الآن عن أهم عناصر في عقد امتياز تجاري. الامتياز التجاري أهم ما فيه العقد، يعني العقود بالنسبة للامتياز التجاري هي العنصر الرئيسي جدا جدا، يعني الرابط بين المانح والممنوح هو العقود. والعقود الحقيقة عادة يعني في لو جينا في أمريكا بالنسبة للشركات الرئيسية في الامتياز التجاري قد تصل إلى 400 صفحة، يعني العقد قد كذا. حنا بعض السعوديين اللي عندهم امتياز تجاري وتوهم بادين قد تكون عقودهم حدود 10 صفحات، بينما يعني العقود لا، هي تكون حقيقة يعني مفصلة تفصيل ممل. يعني بعض الشركات قد تصل في السعودية بحكم الناس إذا شافوا العقد طويل يخافون يمكن يعني يهربون، فقد تصل إلى 70 صفحة 50 صفحة. لكن العقد مهم جدا جدا يكون مفصل بالنسبة للمانح، يعني هي طبعا العقد بالنسبة للمانح يكون مفصل أكثر. بالنسبة للممنوح أفضل له أنه ما يكون مفصل، لأنه يقدر يعني إذا يرغب يعمل أي تجاوزات يكون في تجاوزات. لكن بالنسبة للمانح كل ما صار مفصل أكثر كان يعني النجاح أولى. ومن أسباب يعني فشل بعض الشركات السعودية من نظام امتياز تجاري كمانحة أن العقود لديها يعني تعتبر قصيرة ويعني وصغيرة جدا ولا تحتوي على كل التفاصيل، فبالتالي يصير في خلاف بين المانح والممنوح. بعد شوي حنفهم وش المعنى هذا وش أهمية العقود. فعندنا عقد الامتياز التجاري أهم عناصر فيه، حنذكر عناصر، هو تقريبا حدود 27 مادة، تكون مواد في 27 مادة. احنا بنتطرق على أهم المواد الأساسية في العنصر في العقود الامتياز التجاري. أهم حاجة فيها اللي هو حدود المنطقة. الامتياز التجاري على اسمه، يعني الفرانشايز هو عبارة عن امتياز تجاري، اللي هو يعني امتياز، اللي يعني احتكار. يعني هو لما نقول امتياز معناه احتكار، فالامتياز التجاري هو عبارة عن احتكار. المانح يعطي الممنوح احتكار منطقة معينة للعمل البزنس فيما يخصه، فيما يخص المنتج حقه أو البراند اللي خاص فيه. يعني أنا شركة مانحة إكس وجاني ممنوح، أقول أعطيه منطقة معينة، خلينا نقول مثلا على شارع علي العام، يحد مثلا تخصصي، يحد علي العام، يحد مثلا طريق الملك عبد الله، يحد الطريق مثلا تحت طريق خريص، يعني تحدد له منطقة. فالتريتوري أو حدود المنطقة ضرورية جدا جدا بالنسبة للممنوح، عشان يعرف ما يجي أحد منافس آخر من نفس البراند من قبل المانح. وهذه من أركان رئيسية، إذا المانح ما أعطاك حدود حماية فبالتالي تتوقع أن فيه يعني خسارة في العمل، وليس امتياز تجاري، ما يكون امتياز تجاري. إذا فقد هذا العنصر الرئيسي اللي هو حمايتي أو إعطاء امتياز للمنطقة فيعتبر تقريبا مو امتياز تجاري، قد يكون أي نوع من أنواع البزنس الأخرى لكنها ليس امتيازا تجاريا. فحدود المنطقة مهمة جدا جدا بالنسبة للعقود. مادة حدود المنطقة تحدد إذا كان عاد موقع اتفاق أكبر قد يكون على منطقة مثلا الرياض، وتحدد ماذا تعني مدينة الرياض، هل تعني مدينة الرياض اللي تحددها مثلا كمدينة، ولا منطقة الرياض كمنطقة اللي منطقة إدارية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لأن تكون محددة بالجغرافيا الحقيقية عشان ما يكون في أي لبس آخر. أو أعطاك مثلا في موقع قال خلاص أنت تأخذ المول، مثلا بيعطيك في صحارى مول، معناه في صحارى مول وش حدودها مثلا مواقف السيارات الشارع فلاني وأي شيء له علاقة بالمول الفلانية. فتحديد المنطقة ضروري جدا جدا لحماية الممنوح من دخول أي آخر يعطيه المانح. الثاني المدة الزمنية.
عادة المدة الزمنية تصل إلى 15 سنة، بعض الأحيان تكون 5 سنوات، يعني وبعد 5 سنوات تجدد ثاني مرة، وبعد 5 سنوات تجدد ثاني مرة، فهو يكون عقد 15 سنة لكن كل 5 سنوات تجدد، إذا ما في أي إشكاليات يكون مستمر، يكون عقد للصفتين، صفة مدة العقد 15 سنة أو 10 سنوات، وبعدين يرحل إلى مراحل. المدة الزمنية مهمة جدا جدا أيضا، يعني أقل من 10 سنوات الممنوع يفترض أنه ما يأخذها، لأنك يعني تبذل جهد، تبذل جهد كبير على العمل التجاري وعشان ما يطلعك من المنطقة أو من المكان. المدة الزمنية عادة تكون طويلة، لكن المانح يحرص جدا جدا على أن الممنوع يقوم بعمله على أكمل وجه، فبالتالي هو يقلق من المدة الزمنية، فيعطيه مدة زمنية طويلة لكنها مدة زمنية مقسمة إلى مراحل. في حالة الإخلال بالعقد يحق للمانح، فأنت تحاول بقدر الإمكان. أنا أتكلم الآن على أنكم ممنوحين، إحنا هنتكلم على أنكم يا ممنوح يا مانح، يعني من ما قلنا العقد هو بين جهتين، جهة المانحة وجهة الممنوحة. إحنا هنتكلم في الدورة في المحاضرة هذه أكثر كلامنا حيكون عن الممنوح، لأنه هو يعني نوعا ما يعتبر يعني المستهدف بالنسبة لنا أكثر شوي. بعد ذلك عندنا الرسوم، الرسوم اللي هي الفيز، عادة لما يعطيك المانح حقوق الاستخدام، الحقوق الفكرية والبراند والطيف برش مانيوالز والأدلة التشغيل وخلاف إلى الآخرة مقابل الرسوم. الرسوم عادة قسمين، القسم الأول بما يسمى الانيشال فيز اللي هي رسوم أولية، والرسم الأول عادة مرة واحدة في العمر، يعني يعطيك مرة على كل موقع يأخذ مرة واحدة مبلغ يكون مقطوع. وبعدين الرسوم الرويالتيز، الرويالتيز هذه على جزء من تكون من إيرادات الواحد، جزء من المبيعات السنوية مبيعاته، ولكن استقطاعات شهريا. في أكثر من رسم، في رسم للرويالتيز، في رسم للماركتينج تسويق، في رسوم يعني متعددة، لكن الرويالتيز اللي هي أساسية والإنيشال فيز للرسوم الأولية هي الأساسية، يعني في رسمين أو 3 رسوم عادة هي أساسية. فأنت تحرص كل حرص في مادة الرسوم في العقد أن يوضح لك كل حاجة يقدمها لك وش الرسوم اللي يأخذها، عشان ما تفاجأ بكرة إن في رسوم عليك مش مهيب واضحة. فكل خدمة يقدمها لازم توضح هل هي مجانية، هل هي من ضمن العقد أو مقابل رسوم، وإذا كان في مقابل رسوم تحدد الرسوم ما تكون يعني مفتوحة، بحيث أنك لو طلبتها بكرة قال والله الرسم عليها عالي فبالتالي ترفضها، فتكون الرسوم مسبقا متفق عليها، يعني إذا كانت نسبة مئوية من المبيعات أو إذا كان رقم مقطوع ومحدد. يعني عندنا أيضا أدلة التشغيل والأنظمة، وهي طبعا أهم عنصر، لابد أن يزودك بأدلة التشغيل والأنظمة وتكون واضحة وصريحة في العقد. ماذا تعني أدلة التشغيل والأنظمة؟ اللي هي المانيوالز بالنسبة للممنوح، ما تكون بس فقط يعني كلمات عامة، كل ما كانت يعني صريحة وواضحة مهم لك، عشان ما تأخذ شيء عام وما تستفيد منه كثير. لأن من أهم خصائص الفرانشايز أن المانح يعطيك التفاصيل، يعني هو عملية استنساخ، يعني الفرانشايز تعريفنا له هو عمل استنساخ، زي الاستنساخ زي كوبي. فتشوف الموقع هنا نفس الموقع الثالث، موقع 17، موقع 40، سواء في السعودية سواء في اليابان سواء في جنوب أفريقيا سواء في أمريكا، يكون متشابه زي عملية استنساخ. فأنت تتأكد أن الأدلة التشغيل فيها تفاصيل دقيقة وتساعدك على القيام بالعمل المطلوب. التسويق اللي هو الماركتينج عادة تقع على عاتق المانح بشكل عام، يقع على عاتق المانح لأنه يسوق اسم، الاسم اللي يسوقه يسوق لجميع الممنوحين، يعني سواء كانوا في منطقة مثلا لو قلنا في السعودية أو خارج السعودية إذا كان عالمي هو، فهو يسوق الاسم بدون ما يذكر الموقع نفسه وين عنوانه. يعني لما تكلم مثلا والله عن الشيرتون ولا عن الهوليدي ان ولا عن بجت سيارات ولا عن ايفز ولا عن مكدونالدز برجر كينج الى اخره، ما له دخل وموقعه فيه سواء كان في السعوديه او خارج السعوديه، هو يتكلم عن البراند، فهو عليه انه يسوق البراند على مستوى، يعني اذا كان مستوى المحلي او الوطني او الناشونال، اذا كان مستوى عالمي حط ناشونال على انترناشونال، واذا كان على مستوى وطني حط وسائل اعلاميه الوطنيه، واذا كان عاد محلي على مستوى يعني محلي. لكن تسويق المكان نفسه اللي على نفس موقعي وشارعي والاخره هيقع على الممنوح، تسويق هذا يقع على عاتق ممنوح.
فهو يحط في الجرائد المحلية، يحط توزيع براشورات على الجيران نيبرهود، إذا كان في إذاعات محلية يعني الممنوح يسوق على موقع هو نفسه، مش يسوق البراند ككل، يقول تعالوا موقعي أنا اللي موجود على الشارع فلاني أو في المدينة فلانية، لكن التوزيع تسويق البراند لا يقع على المانح. فأنت تتأكد في العقد أن التسويق يكون واضح، وش اللي لك وش اللي عليك وش بزودك به المانح، هل بزودك بالمطبوعات، هل بزودك بالتصاميم والتصاميم، هل بيعطيك مثلا الإعلانات جاهزة لك وانت بس تحطها في الميديا المحلية، فبالتالي ما تضطر انك تسويها وعليك تكلفة انتاج تكون جاهزة عنده. فتكون ضرورية في العقد ان بند التسويق يكون واضح ودقيق عشان ما تتكلف بكرة وتدفع مصاريف وهو يعني يقدر يسويها عليك لك. اختيار موقع اللي هو يسمونه سايت سيلكشن، وهذا حقيقة من ايضا من اهم الانشطة او من اهم البنود، ان هو مطالب المانح ان يعطيك اسلوب كيف تختار موقع، لان اختيار الموقع هذا يعني تعتبر عنصر رئيسي في نجاح اي بزنس بشكل عام. يعني لما تختار موقع غلط غالبا يعني يفشل المكان، فهو المانح يعطيك اسلوب، يعطيك طريقة يسمونها السايت سيلكشن، كيف تختار الموقع. اختيار موقع عادة يكون مثلا من 10 صفحات 12 صفحة وانت تعبيها، يمكن روح والله يعبها الكتيب هذا حق سايت سيلكشن اللي هو اختيار موقع، وفي الأخير تطلع علامات، كل شيء علامة، إذا كان شارع رئيسي، إذا كان في خدمات، في مرافق سهل رؤيته، في عجقة سيارات، ما في ترافيك، في ترافيك الجيران أو الجيرة، هل في حركة ما حركة من الجيران، هل هم مثلا والله أهالي ولا يعتبر بزنس منطقة بزنس وأعمال ولا منطقة سكنية، هذه كلها تعبيها في النموذج حق سائل سلاجة اختيار موقع، وفي الأخير يطلع لك نسبة معينة. إذا وحصلت النسبة معينة قالك 800 معناها توكل على الله وبإذن الله يكون الموقع ناجح. فبالتالي اختيار موقع ليس اعتباطا او والله انا مشيت في الشارع والله المحل هذا كويس ولا مو كويس، لا، لازم هو يساعدك في عمليه سايت سيلكشن، هو انت في الاخير يعني القرار قرارك انت، لكن هو يساعدك في اتخاذ هذا القرار، لكن انت تختار الموقع بنفسك بس بناء على المعطيات اللي ذكرنا قبل شوي. فاختيار موقع مهم جدا في الاتفاقيه، ان يعطيك النموذج كيف اني اختار موقعي، ما اكون اختار موقعي بس والله يعني اعتباطا او والله بس رغبه او انا جيت مع الشارع هذا واحس فيه زحمه، يعني لا، لان السايت سيلكشن فيه نقاط انت قد ما تعرفها كمبتدئ في البزنس هم يعرفونها، مثلا والله بيسالك فيها خلال السنتين القادمات هل بيصير في حفريات في هذا الشارع، انت ممكن ما تكون في بالك لو صار في حفريات يمكن ما يجيك زباين بكره، المنطقه اللي انت بتشتغل فيها هل بيكون فيها كذا، يعني في اسئله موجودة في الكتيب هذا أنت قد ما تكون متبادرة ذهنك، وبعدين تقع في ورطة مالية لما تجهز المكان ولا آخره، ثم بعد سنة أو سنتين تقل الحركة بسبب أشياء معينة أو بسبب أنظمة أنت ما أخذتها في اعتبار. قد تكون مثل بعض الأنظمة، لو جينا مثلا المطاعم مثل تنص نظام المطاعم يكون عندك يعني مواصفات معينة للصرف، فلو رحت مثل منطقة ما فيها صرف ولا آخره وخلافه، فبالتالي هذا يساعد بقوة في نجاح المشروع اللي هو اختيار الموقع. اللي بعدها اللي في العقود حقوق الملكية الفكرية. المانح عنده حقوق ملكية فكرية عديدة، منها البراند اللي هو اسم التجاري حقه، الهوية، قد تكون عنده مجموعة من منتجات، قد تكون عنده مجموعة من الأسماء التجارية يشتغل فيها ويعمل فيها الاسم حقه. فأنت لازم تعرف شو الحقوق الملكية الفكرية التي يملكها هو، وبعدين وين صلاحياتك، لأنك لا تأخذ الأمر خاص تقول إن يعني إن بديهيا إني بستخدم يعني الحقوق الملكية الفكرية اللي يملكها، لا تكتب وتوضح عشان ما يجي بكرة يقول لا والله الحقوق الملكية حقت هذا الشيء مي بتابعة أو تابعة، تتأكد 100% إن الحقوق الملكية اللي أنت محقق استخدامها بدون مقاضاتك برسوم جديدة أو برسوم يعني أو خارج نظام العقد تقول والله هنا، منها طبعا العلامة التجارية، الاسم التجاري، براءة اختراع، مثل براءة اختراع قد تكون عنده براءة اختراع حاليا وقد تكون عنده بكرة براءة اختراع، فأنت تذكر أن براءة اختراعه في المجال هذا سواء كانت موجودة حاليا أو مستقبليا أنها من حقي أن استخدمها بدون رسوم، يعني أيضا المعرفة الفنية. فهذه كل أشياء لازم تكون مكتوبة وواضحة حقوقك فيها، ما تكون والله بس كلمة يعني عامة كلمة شاملة، لأن بعدين قد يكون يخرج هو منها يقول والله هذه مبداخلة هذه داخلة، لا
لكن ما صارت يعني فيها دقة في البيانات هذه في العقد، كل ما صار العقد ناجح بالنسبة لك ممنوح. الملاحق، الملاحق في عادة تكون ملاحق للعقد، والملاحق هذه مهمة، ومن أهم الملاحق اللي هي حق العلامات التجارية، يسرد كل كل علامات تجارية، لأن قلما يعني قلما تكون شركة ما عندها إلا علامة واحدة، تكون عندها مجموعة من العلامات، مجموعة من المنتجات ومجموعة من الخدمات تقدمها، فبالتالي أنت تقول أبغى كل العلامات اللي عندكم اللي من حقي استخدامها. فبكرة ما يطالبني برسم أو يطالبني بمبالغ عليها أو عدم استخدامها. فهذا واحد من ملاحق في العقد. أيضا ملحق آخر اللي هو ملحق أدلة التشغيل. أدلة التشغيل عديدة، فبالتالي تكونها ملحق وتكون فصلة، يعني فصل تفصيل دقيق عشان ما يكون في أي خلل بكرة في إعطاء المعلومة. قد يعطيك معلومة عامة بينما أنت محتاج إلى تفصيل دقيق بما فيها مثلا اللبس اليونيفورم وش دقته ورسمه وكيف لبسه، لما نتكلم عن مثلا يعني فندق وشون الريسبشن الاستقبال كيف استخدامه، كاونترات الباجات، طريقة استقبال الناس، كيف الكلمة الترحيبية لآخر، يكون كل شيء مفصل دقيق، لأن مثل ما قلنا قبل شوي هو عملية استنساخ. لكن لما تستنسخ وانت ما تفرق بين البقرة والثور وتشابه هون، تنقل البقرة تشبه الثور أو العكس، لكن هو عملية استنساخ زي نعجة دولة، يعني عملية استنساخ 100%. فكل ما صارت الأمور واضحة في العقود بالذات حق التشغيل، أدلة التشغيل، كل ما كان الخطر أو الخطأ اللي يقع بين المانح والمنوح قليل جدا. يعني أيضا حق الموارد البشرية، الموارد البشرية اللي هي متعلقة بالقوة البشرية ومتعلقة بالموظفين، كيف أدائهم، كيف يقومون بالعمل، وش يترتب عليهم، وش الوظائف حقتهم اللي هي وصف وظيفي وخلافة الهياكل التنظيمية حقتهم إلى آخره، هذه برضه يكون عشان ما تكون أنت تجتهد بينما النظام موضح فيه، فتطلب منه دقة في أيضا في عناصر مهمة في العقد. عملية التعويض، مثلا خلاص أنا والله تركت البزنس وبياخذ مني الموقع هو، طيب شو يعوضني، كيف يعوضني، هل في تعويض، هل التعويض يكون والله السوق حسب سعر السوق الحالي، هل بيكون فيه يعني الأصول موجود عندي، هل هو السعر الدفتري، يتفق على طريقة التعويض عشان ما يجي بكرة يصير فيه مشاكل وروح إلى محاكم ومحاكم وتكون واضحة. لا، تكون واضحة لما أنا والله بترك المكان وبتأخذ مني المكان، كيف طريقة التعويض، هل الأجهزة والمعدات بتكون بسعر متوقع، هل بتخفض إلى آخره. أيضا في عدم التنازل، هل من حقي إن عدم التنازل، يمكن هو يقول لك والله ما تتنازل لأحد، تأخذ الموقع هذا لكن ما تتنازل، أنا بجيب واحد بدالك تطلع أنت بسلامتك، لكن بجيب واحد ممنوح آخر، لأن المانح يحرص كل الحرص أن المحل ما يسكر، يعني كل ما سكر المحل مو كويس بالنسبة له أمام العملاء الآخرين، أمام الزبائن العاديين اللي هو الاند يوزرز المستهلك الأخير. فبالتالي يقول يمكن ما تتنازل، أنا بأخذ المكان اللي هو المانح بيأخذ المكان ويعطي واحد ثاني، فقد يقول والله ما عدم التنازل، وإذا كان في تنازل كيف التنازل، كيف يتم يعني تقييمه ولمن يعطى. فهذه أيضا مهمة جدا جدا تكون صريحة وواضحة في العقد عشان ما يصير في بكرة، لكن ممكن أنت بعد فترة تمل من البزنس، يمكن في بداية تتحمس آخر بعد 3 سنوات 4 سنوات يجيك ظرف طارئ، فوجود إنهاء العقد سواء بالتعويض أو عدم التنازل أو التنازل أو الآخرة، هذا تكون واضحة في العقد أفضل بكثير من التوجه إلى المحاكم وكلمات طويلة والمحل تقريبا يعتبر مؤجر وقد ما يكون يشتغل لأن في تحت النزاع، لكن يبقى أجاره يبقى كذا، في مشاكل تكون متعلقة على الجميع بالذات على الممنوح. يعني آخر واحد تقريبا في العقد اللي هو فض المنازعات، هم بالنسبة للشركات العالمية تحرص أن يكون فض منازعات في دولتها، أنت احرص كل حرص يكون فض منازعات في السعودية وتحاول تحدده في جهة، كل ما كان جهة مثل ديوان المظالم أو مثلا الغرفة التجارية، حسب الغرفة التجارية عندهم لجنة فض منازعات، كل ما اخترت الجهة المحددة كل ما كان أفضل، وتكون حريص على طريقة فك يعني فض منازعات بينهم، يعني طريقة تحكيم كثير من الناس ما يهتم فيها، يحطها بند ومشيها كأنها يعني كليشة ويحققها، لا مش كليشة، يعني تحرص كل الحرص على مادة اللي هي في حالة مثلا اختلاف كيف نفض منازعات، من هي المحاكم اللي تتولى هذا الشيء، من هي الجهة المعنية، هل كل منا يقدم شخص، هل نتجه لجهة فض منازعات في غرف تجارية، هل نتجه للمحاكم السعودية، هل نتجه لدول مظالم، لكن لا تخليها عائمة ولا تعطيها لدولتها، يعني تحرص كل حرص تكون داخل السعودية ابتداءً، وتكون محاكم السعودية، تكون ديوان المظالم،
أو تكون لجنة الفض منازعات في الغرفة التجارية، لأن عادة لجنة فض منازعات في الغرفة التجارية عادة يعني تكون سريعة، يعني ما تأخذ تقريبا 3 شهور 4 شهور تكون منتهية برضا الطرفين تكون منتهية، بين بعض الجهات اللي المحاكم قد تأخذ وقت أطول، فبالتالي كل خسران سواء المشتكي والشاكي يعني، بالذات يعني الممنوع صار في يكون يعني في قلق عليه. هذه أهم البنود اللي تجي في العقد. احنا بنتكلم الآن عن أنواع الامتياز، أنواع الامتياز التجاري. الامتياز التجاري للثلاث أنواع رئيسية. النوع الأول وهو المشتهر والمنتشر في العالم بما يسمى اليونت، يعني أنت بتفتح موقع واحد يسمونه يونت، موقع واحد، وهذا هو المنتشر في العالم، أنك تختار موقع واحد أو موقعين فيسمى يونت، لك إتاحة فرصة في المنطقة الفلانية، منطقة صغيرة تريتوريا والمنطقة المحددة، منطقة محددة بشوارع أو يعني بحي معين اللي هي تسمى باليونت، وهذه هي المنتشرة أكثر شيء. اللي بعدها تسمى الماستر فرانشايز. الماستر فرانشايز يعطيك منطقة أكبر، لا يعطيك مثلا شارع أو حي أو كذا، لا يعطيك مدينة أو يعطيك منطقة مثلا في السعودية، منطقة في السعودية، أو يعطيك دولة، يعطيك من دولة أو يعطيك أكثر من دولة. والماستر فرانشايز متى يعطي المانح الماستر فرانشايز؟ فيما بعد الممنوح عن مركز المانح يبدأ يعطي، لأن خاص صعب السيطرة عليه اليونت، لا يعطيه صار قريب لما أعطاه إياه، أعطاه يونت لأن قريب المراقب عليه والتفتيش عليه والانتباه له وتقديم الخدمات من تدريب وخلافه يصير سهل. أما إذا بعد مثلا أنا المركز الرئيسي حقي في الرياض وواحد في المغرب يبي ياخذ الفرانشايز عندي، فيمكن صعب علي إني أروح له كل ساعة أراقبة في المغرب، فبالتالي أعطي مصدر فرانشايز أفضل، وهو يوزعه بطريقته على يعني يقدر هو يعطي سب كونتراكت سب فرانشايز للآخرين في المغرب على أن يضع موقع مركز تدريب وخلافه. يعني إذا كان أبعد كل ما بعد كل ما يعني تعطي نوع أعلى شوي. النوع الثالث اللي يسمونه الديفلوبر، الديفلوبر اللي هو يعني مطور. الفرق بين الديفلوبر والماستر فرانشايز، الماستر فرانشايز لك حق أنك تبني المحلات بنفسك أو تعطيها للآخر، يعني ممكن تحط مواقع بنفسك وتعطيها للآخرين يسمونه سب فرانشايز من الباطن يعني. بينما الديفلوبر لا، لابد مستثمر نفسه، يعني لما يجي في السعودية برجر كينج ماكدونالدز كلهم ديفلوبرز، ما يقدر يعطي واحد ثاني، هو نفسه اللي يقوم بالعمل، هو نفسه يكون مستثمر. فبالتالي الديفلوبر المواصفات اللي فيه لازم يكون مليء، لازم يكون واحد غني، لازم يكون شركة كبيرة عندها إدارة قوية، لأنه حيدير فروع عديدة. فأنت كمانح لازم تتأكد أن الممنوح اللي هو الديفلوبر عنده قوة تختلف تماما عن أبو يونت. وبينت لا واحد يعني منشأة صغيرة وبادي في العمل إلى آخره يختلف تماما عن الديفلوبر. احنا بنتكلم الآن عن الأساسيات ومقومات النجاح. ليش ينجح فرانشايز؟ يعني وش أسباب نجاح فرانشايز؟ الفرانشايز لما نتكلم عن أمريكا مثلا، الفرانشايز بالنسبة لهم يعتبر يعني عنصر رئيسي في استقرار الاقتصاد الوطني عندهم هناك. يعني أكثر يمكن من مليون يونت موجودة في نظام الفرانشايز، حدود يمكن 10 ملايين شخص ممنوحين يعني مشغلة وظائف في نظام الفرانشايز، يمكن أكثر من تريليون مبيعاتهم في السنة في أمريكا بالنسبة لنظام الفرانشايز. ميزة الفرانشايز إحنا لما نتكلم عن الفرانشايز نتكلم عن عادة عن منشأة صغيرة، لما واحد تسمع كلمة فرانشايز معناها تعلم أن هذه منشأة صغيرة، فبالتالي هو يعتبر جيد الاقتصاد، لأن المنشآت الصغيرة هي الطبقة الوسطى في المجتمع، فوجود دائما فرانشايز بالنسبة للاقتصاد الوطني يعظم الطبقة الوسطى، ما تتآكل الطبقة الوسطى، يمكن تتآكل الطبقة العليا، يمكن تتآكل الطبقة الأضعف أو الفقيرة، لكن الطبقة الوسطى ما تتآكل، لأن الفرانشايز يوسع منها، كل ما كثر لأنه صار ممنوح عنده بيزنس حقه، فهو وصل إلى أن يكون في الطبقة الوسطى. هذه مقومات النجاح فرانشايز لأنه يعظم الطبقة الوسطى ما تتآكل. يعني إحنا نشوف بعض الدول خاصة النامية وقد تكون ثرية لكن على حساب الطبقة الوسطى، قد يكون من يقولوا الغنى يزداد غنى والفقر يزداد فقرا على حساب الطبقة الوسطى، بينما اللي فيها فرانشايز لا تتوسع عندها دائما الطبقة الوسطى ولا عندها خلل في يعني المجتمع الاقتصادي ما يصير عندها خلل، وهذا من أهم ما يوجد في يعني الفرانشايز وخصائص الفرانشايز. من أهم مقومات نجاحه إنك تختار المانح الصحيح. لما تختار المانح الخطأ
أو في الوقت الخطأ يعني غالبا يكون البزنس حقك فاشل. فاختيار مانح صحيح مهم جدا. كيف نعرف أن مانح صحيح؟ يعني لابد أن أتأكد من تاريخ إنشاء الشركة، هل هي والله لها عريقة في العمل التجاري، هل لها معرفة؟ يعني عمر الشركة مهم، اللي الشركة اللي عمرها والله سنة وستة شهور مو زي الشركة اللي عمرها 20 سنة 10 سنوات وأقدم عليها. أيضا أشوف بداية انتشارهم، يعني قد تكون الشركة يعني لها عمرها 20 سنة 30 سنة لكن متى بدأت في انتشار في الفرانشايز؟ قد تكون بدأت مثلا حديثا بعد سنتين سنوات، أشوف مدى بداية انتشارها. قلنا أيضا بداية انتشار عندنا أيضا حجم ونشاط الشركة، يعني لما يكون حجم نشاط حجم الشركة ونشاطها، هل هي حجمها كبير، كم عدد الممنوحين، كم منحت خلال السنوات السابقة سواء في السوق المحلي، يعني عادة الشركة تكون تنجح في السوق المحلي حقها أكثر من السوق اللي برا، لأن لما يكون السوق المحلي تكون رقابتها عليها أكثر وكذا. أيضا أشوف كم اللي دخلوا في السوق وفشلوا وكم اللي طلعوا، يعني هي منحت كم مانحين، الممنوحين صاروا مثلا 100، طب كم تبدل منهم، كم تغير منهم، عشان برضه أستفسر منهم هل قدموا خدماتهم ولا ما قدموا خدمات. فهذه أيضا مهم جدا، عملية أشوف النشاط ومدى عدد الممنوحين. أيضا طبعا تكلفة حق امتياز، معنى حقه مو بعنصر رئيسي مرة أنا ما أقلق منه كثير، لكن أيضا هو يعني بشكل أو آخر مؤثر في اتخاذ قرار خاصة في البداية. بعضهم مثلا يقلق والله بدفع مبلغ كبير والآخرة خلنا أبدأ بشغلي أفضل لي لأن بدفع المبلغ هذا، لكن في المدى الطويل مو مؤثر، لكنه يعني إذا حط سعر عالي أنت لازم تتفاوض معه، ما تأخذ أمر مسلم فيه. لما يقول الله ادفع لي مبلغ كذا لا تأخذ أمر مسلم فيه، لو نسمه كبير فاوض، يعني المفاوضة مهمة جدا جدا في التكلفة. أيضا السلعات والخدمات اللي تقدم هل هي فعلا تتناسب للمنطقة حقتك؟ يعني قد تكون أحيانا الخدمات اللي تقدم ليس وقتها في مكانك أو في بلدك. يعني لو فرضنا مثلا واحد سوى مثلا مندي فرانشايز مندي في السعودية ونجح في السعودية وجاء يسوي مثلا والله في اليابان، يمكن ما ينجح في اليابان، يعني يبغى له وقت طويل عشان ينجح في اليابان. أو خلينا نقول مثلا ملابس السعودية، ملابس شماء وغترة وطاقية وثوب ولا آخره، قد ينجح مثلا في السعودية وفي دول الخليج، لكن يكون لما يحطه في أوروبا يكون ما ينجح. فأنت تشوف المنتج هذا والخدمة المقدمة هل تتوافق مع السوق اللي أنت تأخذها له؟ يعني ليس بالضرورة ما نجح في بلد ينجح في عندك، لازم تشوف اللي هو يعني المجتمع المحلي مدى قبوله على السلعة، قد ما يقبلها الآن لكن يقبلها بعدين. يعني لما نشوف حين الهامبرغر، الهامبرغر تقريبا قبل 35 سنة لما جاء للسعودية وبدأ تقريبا 40 سنة في السعودية كان ضعيف جدا، الآن حياة الهامبرغر ما شاء الله على آفة من الشيء، خلاص صار السوق كله يبغى هامبرغر. فالآن قد تكون المنتج يعني جديد على السوق، أنت قد تقول أبا بادر وباخذه وبصبر 10 سنوات وبصبر، لكن بكرة بصير من الأوائل في الأخير. فأنت تعطي اهتمام الاختيار المانح من ناحية السلعة. يعني أيضا الموقف المالي للمانح 6، أنا نرص وما أدري عن ذلك مستقبل ما استقبل. أوكي هاي السلعة 5 مرها. أوكي هذا مهم بعد، اللي هو النظام الداخلي للشركة، يعني لازم تتأكد عن الأنظمة الموجودة عند الشركة من ناحية الأنظمة المالية، الأنظمة الفنية والإدارية والتسويقية، هل عندهم أنظمة دقيقة؟ هل هم متبعين هذه الأنظمة؟ هل بس عندهم أنظمة جيدة وحاطينها في الرفوف ولا والله شغالين عليها؟ يعني بعض الأحيان تواجه شركات هم مسوقين في الأخير، فيعرض لك اسم جيد وكلام جيد وكلام حلو ويعطيك هذيك والآخرة ويوريك شكلها كويسة، لكن طبعا على أرض الواقع هل هو مطبقها فعلا ولا لا؟ لما أجي الهيئة التنظيمية هل هو مطبقها فعلا ولا لا؟ لما أجي مثلا التسويق هل هو مطبقها؟ لما أشوف مثلا الخدمات الفنية اللي يقدمها التريننج التدريب عنده هل فعلا عنده مثلا برامج تدريبية وعنده مركز تدريبي ومدربين ناجحين وجيدين ولا لا؟ ولا بس كله جاي أسماء ويعني وأنظمة حلوة ولا؟ فهذه مهمة جدا في اختيار المانح الصحيح. المانح الصحيح كل ما صار عنده تدريب جيد وكل ما صار عنده أدلة تفصيلية هذه من عناصر النجاح. يعني الموقف المالي أيضا تبغى تتأكد من موقف المالي، بعض الشركات قد تكون موقف المالي يعني جيد ولا عندك مشكلة ويستمر العمل فيها، وبعض الشركات لا،
بعض الشركات قد تجي عندها تمر مثلا بأزمة مالية وقد تخسر الشركة، فأنت تبغى تتأكد من أن الشركة اللي يعني وقعت معها وقعت معها أنها مستمرة وباقية وموقفها المالي قوي، مع العلم مع العلم هذا من خصائص امتياز جاري اللي هو فرق بينه وبين الوكالات. مع العلم لو فرضنا مثلا شركة إكس شركة عالمية وكبيرة وأنت سويت اتفاقية معها، أو خلينا نقول حتى شركة محلية شركة سعودية، شركة سعودية إكس وهي مانحة ومنحتك العمل التجاري الفلاني وسويت اتفاقية، بعد 4 سنوات الشركة هذه نظرت من الظروف قفلت سكرت أغلقت، أنت ما يغلق محلك، أنت محلك يبقى وباسمك يبقى، فما عندك إشكالية لأنك ما أنت مرتبط به. مثل ما قلنا قبل شوي هو عقد منفصل تماما، وعقد من جهتين، الجهتين منفصلات، ليس زي الوكيل. ومثلا لما تكون وكيل خلينا نقول مثلا وكيل شركة سيارات صار في مشكلة راعي السيارات الأول قد يتأثر الوكيل، لكن الفرانشايز ما يتأثر. فأنت تتأكد من موقف المانح حق المانح أنه يكون يعني صلب وجيد ولا عنده يعني مشاكل مالية وبكره يعني يطلع عليه في يعني إعسار ويقفل يعني وفلاس وإفلاس. أيضا التأكد من حملات التسويقية، هل عنده حملات فعلا جيدة للبراند حقه؟ هل هو منتشر بقوة في الميديا، في وسائل الميديا الجديدة والحديثة؟ هل هو والله يعني متفهم لأهمية التسويق، ولا والله تارك أنت بس على تشتغل بنفسك إنك تسوق منتج أنت بنفسك، ولا فعلا هو يعني عنده يعني خطط تسويقية وماشي في السوق كويس وعارف، وهذا تبين لك من خلال مثلا لا قالك والله أنا أعلن في التلفزيون، طيب وش القنوات تعلن فيها في وسائل فلانية تقدر تشاهدها يعني أول أو الصحف أو كذا. فمهم جدا تشوف الحملات الإعلامية والإعلانية والترويجية حقتها. يعني أيضا مستوى أنا قلنا قبل شوي الناجحين على اللي حصلوا على امتياز ما مدى نجاحهم، كم نسبتهم، هل طلعوا من البزنس ولا باقين؟ هو طبعا أكيد ناس بتطلع من البزنس، ناس تبدأ وتطلع من البزنس، هذا 100%، لكن كم نسبتهم وأسبابها؟ هل أسبابها لأن عدم مثلا ضعف في التدريب، ضعف المتابعة من قبل المانح، ولا والله الخروج من البزنس بسبب والله ان واحد خاص يعني توفى ولا ترك البزنس ولا غير حياته او شيئنا؟ فهذه ايضا مهم جدا معرفه قوه طبعا الاسم والعلامه التجاريه، هذه غنيه عن قول اهميتها اذا كانت الاسم وانت تشعر ان اسمها قوي، قد تكون قويه في بلدها وليست قويه في بلدك، فما في اشكاليه، بس اهم شيء تتاكد ان الاسم قوي. يعني مثلا لو جينا احنا مطاعم في السعوديه، بذكر بعض اسماء المطاعم مثلا بحكم المطاعم اكثر شيء في الفرانشايز، يعني الفرانشايز طبعا يمكن اكثر 126 نشاط يصلح لجميع الانشطه، حتى مثلا المقاولات، حتى يعني الصيانه، جميع الانشطه يعني. بس الناس اشترت عندها الفاست فود يعني بحكم انتشار الاعظم. انت تشوف يعني نجاحه، يعني لو جبنا في السعوديه مثل فرايديز تشيلز في اسماء ما هي معروفه في السعوديه سابقا، لما جت السعوديه قويه لانها اساسا جات من جهات قويه في بلدها. فانت لو مو مشهور عندك بس مشهور في بلده ما عندك مشكله، يعني لا تقلق تقول انا مثلا مو مشهور عندي ومو قوي اعلاناتي عندي في البلد حقي، لا بيجي اسمه يكون قوي اذا جاك. يعني معرفه حقوق المانح مهم جدا، انت تعرف حقوقك حقوق المانح، تعرف حقوق المانح، لأن بعضهم لما يسوي العقود يتفق بس يدور بأي طريقة، لأن هذه نقطة هامة جدا جدا، نقطة هامة جدا بين المانح ممنوح، العقود اللي بين المانح ممنوح، المانح قبل بداية العقد، قبل توقيع العقد، المانح قبل توقيع العقد هو الحلقة الأقوى، كما وقع العقد الممنوح يدابت وراء المانح يقول تكفى تكفى خلينا نوقع معك العقد قبل ما يوقع العقد، يعني الممنوح يراكض وراء المانح عشان يعطيه المانح، لكن لما يوقع العقد صار المانح هو اللي يراكض وراء الممنوح، تكفى طبق التعليمات، تكفى لا تخربط اسمي، تكفى لا تغلط علي هنا. فقبل توقيع العقد الحلقة الأقوى هو المانح، بعد توقيع العقد الحلقة الأضعف هو المانح، الحلقة الأقوى هو الممنوح. فبالتالي أنت تأكد من المانح أنك اختار مانح صحيح يعطيك كله كامل شيء هنا باختيار. ايضا لما قلنا اختيار الممنوح الصحيح، انت الان مانح تاكد من اللي جاي، لان الممنوح بالنسبه للفرانشايز انا اسميه يعني الرق التجاري، اسميه الرق التجاري. انت تبغى نظام فرانشايز
معناه تراك أنت زي الرقيق، لا أنت تتبع كل كلامه. إذا أنت من الناس اللي يحب الإبداع ويحب التغيير ويحب مدري إيش والتطوير، ما يصلحك فرانشايز. إذا أنت تحب مثل ما يقولون يركب كراسك، ما يصلحك فرانشايز. الفرانشايز لازم شخص مطيع، لازم شخص يتبع التعليمات، هو يوجهه، هو يفكر وأنت تطبق. إذا أنت تفكر تفكيرك عطه إياه وقدمها عليه وهو يدرسه، عاد يا يوافق عليه يا يطوره يا عاد يا يرفضه. لكن إذا أنت من النوع اللي يعني يحب الإبداع يحب يغير ويحب يسوي وقراراته من نفس الآخرة، ما يصلح له. فبالتالي أنت كمانح اختيار الممنوح مهم جدا جدا. اختيار الممنوح لابد يكون الشخص الممنوح يتوافق مع خصائص الفرانشايز. إذا اختار شخص لا يتوافق مع خصائص الفرانشايز بكرة يتبهدلون، لأن بكرة الممنوح هذا كل ساعة بيسوي شيء جديد، يعني يقول هذا بزنس حقي والله ما مشي عندي الهامبرجر. ناس تحب الفول، لو مثلا فتح ماكدونالدز وما مش الناس ما تاكل الهامبرجر في الصباح، كانت تاكل فول والله بحط له فول، فتتبادل انت وياه بكره. فانت الشخص الممنوح لابد ان يكون شخص مطيع. اذا انت ما انت مطيع، ما انت يعني تتبع التعليمات، فما يصلح لك الفرانشايز. هذا من الاشياء الهامه بالنسبه للمانح في اختيار ممنوح، وهذا من المشاكل اللي واجهوها بعض السعوديين كمانحين في القطاع الامتياز الجاري. زملاء لنا اشتغلوا في البزنس ويعني يعرفهم في قطاعات دون ذكر اسماء الشركات، واجهوا مشاكل من عدم اختيار الممنوح الصحيح. يختار واحد والله يشوف اسم تجاري جيد، والله اسم تجاري مشهور في السعوديه، ويروح للشركه ويتفق وياهم، لكن طبيعته ما تصلح انه يكون ممنوح. طبيعي هو يحب يبدا يحب يغير لاخره، ثم يتهاوش هو والمانح. ففي هناك اختبارات يسمونها اختبارات از فرانشايز فور يو، يعني المانح يفترض أن يقدم اختبار هذا للشخص هذا ويتأكد أن الفرنشايز يصلح هذا الشخص. إذا ما يصلح يرفض من ابتداء، يرفض ابتداء. يعني أيضا معرفة حق الممنوح. الممنوح لابد أن المانح يعرف إيش حق الممنوح عشان ما بكرة يعني يضعف في إعطاء حقوقه، ما يقول ما يصلح لي هذا، ما مو من حقك هذا إلى آخره. كل ما عرف الممنوح حقه وكل ما عرف المانح أن هذه حقوق الممنوح، خاصة في مجال التدريب وفي مجال التسويق، نقطتين مهمات. وأيضا لما يحس والله أن المانح يحس أن الممنوح في خسائر عنده، المفروض أنه يخش عليه ويشوف أسباب الخسائر، ليش والله المبيعات نزلت، يدرس معاه. لأن الممنوح عادة قلنا هو منشأة صغيرة، عادة الممنوح هو منشأة صغيرة، فما يستطيع أن يفكر التفكير العميق. لكن المانح لا، يفترض أن شركة متعمقة وعندها خبرة في مجال السوق والبزنس والتسويق وخلافه، بالتالي هو يعطيه التأهيل ودربه والآخرة. فمعرفة حقوق الممنوح وحقوق المانح مهم جدا، ما يمر عليها مرور الكرام. ففي العقد أنت كممنوح تناوش حقوق المانح وتلتزم بها التزام كبير، يعني أراجع العقد، أنا كممنوح أراجع العقد وش حقوق المانح، ألتزم بها التزام كبير وهذه حقوقه، وأنا أيضا مانح أراجع العقد وأشوف حقوق الممنوح وأتأكد أنه ملتزم في حقوقه. يعني كل طرف لابد أن يتأكد أنه قدم حقوق الآخر عشان يكون ينجح الفرانشايز. إذا أحد من الطرفين ما حقق هذا الشيء، هذا من عناصر الفشل يعني. وأيضا طبعا التزام التام بالبنود الرئيسية في العقد، سواء بكذا كذا، التزام بشكل عام التزام بالبنود الرئيسية يعني من نجاحه. في إيجابيات الفرانشايز، ليش تختار فرانشايز؟ ليش ما أبدأ من نفسي؟ ليش أروح الفرانشايز وأصير ممنوح؟ لأن من الأسباب المهمة أنك تبدأ بحيث أنت الآخرون. يعني لو أفتح مثلا مطعم كودو كنظام فرانشايز، أنا جيت أنا عندي مثل مبلغ مالي معين، بستثمر مبلغ مالي عندي معين، ورحت عندي وبفتح مطعم مثلا، أنا أرغب في المطاعم وعندي خيارين، يا أفتح مطعم حصان طائر، أنا أختار اسم حصان طائر، ولا بروح كودو، وش اللي أفضل؟ وش اللي حيكون نجاحه أكثر؟ كودو، لأنك تبدأ بحيث أنت الآخرون. انت بدون حيث لك بين حصان طائر، ما حد يعرفه وش حصان طائر، قد يكون افضل من كودو بس ما حد يعرفه، قد يكون احسن ديكور ووجبه حقته اعلى ولا اخره، لكن ما حد يدري عنه وشو. يبغى لك زمن طويل وتتعدى مراحل الخطر اللي تقوم فيه. فمن المزايا الاساسيه في الفرانشايز انك تبدا اساسا من حيث انت الاخرون اللي هو المانح. ايضا انك تاخذ تجربه ناجحه. انت بدك تعطوا جاوبت قلت اعطوا اخذ كودو، ليش كودو؟ لان تجربه ناجحه، ما احتاج اني اقلق انا. فمزايا الفرنشايز اني ابدا بتجربه ناجحه، ما ابدا ببزنس ما ادري عنه، فهو صار زي ما كانت يعني كانه، وهو ليس كذلك، هو ليس كذلك بس كانه فرع له. لما افتح مثل كودو نظام الفرنشايز كانه فرع للكودو، هو طبعا مش فرع الكودو،
لأن الفرع عادة يرجع للأصل. لما يقول فروع مبتدأ فرع يرجع للأصل، هو مو فرع هو موقع، وأنت تملك ملك كامل لك. كودو ما شركة كودو ما تملكه، مثل ما قلنا هو الفرانشايز عقد منفصل بين جهتين منفصلات تماما، فهو مو فرع لهم، هو أنت تملكه كامل، لكن أنت استخدمت حقوقهم الفكرية واسم التجاري والهوية إلى آخره. لكن بالنسبة للجمهور اللي هو الاند يوزرز يعتبرونه فرع للكودو، فأنت بديتها يعني بشيء تجربة ناجحة، بديتها باسم موجود، فبالتالي ما يحتاج أن تقول بسوي تسويق كبير وببدأ ولا آخره. هذه من عناصر أساسية من إيجابيات الفرانشايز. أيضا أن الاسم مثل ما ذكرنا أنه خاص اشتهر مسبقا، خاص معروف، ما يحتاج تزود السوق زي الحصان الطار، يبغى له وقت. أيضا الانتشار في السوق، فبالتالي لما يكون منتشر في السوق الناس ما تقلق، تقول أنا عارف المحل الفلاني، عارف المكان الفلاني، غير لما يكون والله مكان واحد ما حد يدري عنه. لكن عادة لما تفتح فروع بسرعة الناس تعرف المواقع هذه، ما يحتاج أن يضرب مشوار، هو في السويدي بيروح والله العليا، خلاص عارف والله فتحوا عندهم موقع في السويدي، أو أنت مثلا في الربوة فتحوا موقع في الربوة، يكون منتشر في السوق هذا الشيء، فبالتالي موقع كنت بتاخذه اللي هو التريتوري المنطقة اللي ذكرناها، يعني أهمية وجود المنطقة، معنى أنت أخذت منطقة هامة لك ولا أحد يعني ينافسك فيها، خاص صارت سهلة بالنسبة للزبائن وبيجون المنطقة حقتك. يعني لله هذا كلها مثلا من إيجابيات. أيضا وجود الأنظمة كلها متكاملة، كل أنظمة أدلة التشغيل، كلها المانيوالز، سواء الأدلة الفنية، سواء الأدلة المالية، سواء أدلة يعني كل الأدلة بجميع أنواعها تبقى متكاملة، فما يحتاج تبدأ من جديد أو ما أدري عنها في وش النواقص من النواقص، أنت بادي من أدلة كلها متكاملة، هذه يساعدك في سرعة النجاح. ايضا ان لو وجدت عندك اي اشكاليات بحكم انك انت مبتدئ الان، يعني تعتبر يعني منشاه صغيره ومبتدئ، فاي مشكله تواجهك وحتواجهك مشاكل في الاداره في كذا في كذا، عندك جهه خبيره مسانده، جت عندك مشاكل مع الموظفين، مشاكل اداريه اللي غابوا تاخر اخره، يجيهم يساندونك يقول سوي كذا كذا، بالنسبه لهم شربت مويه. عندك مشاكل في التسويق، ما جاك زباين قال سوي كذا كذا، ما سويته كذا، فبالتالي انت عندك جهه تقدمك الخبرة والمساندة مجانا، لأنها يفترض أنها موجودة في العقد، فأنت ما تحتاج تروح والله الغرفة التجارية ولا تروح واحد تسأل أحد ولا قريب لك ولا فلان اللي ما أدري كذا، لا، هي جهة تعلمك شو تسوي لما تجيك مشاكل، عندك جهة خبيرة على طول تعلمك وين الخلل الموجود فيه. هذه كلها من إيجابيات وجود الفرنشايز، بدل ما أبدأ أنا بعملي بنفسي، لو أبدأ بعملي بنفسي عندي إشكالية، من بيعلمني؟ لازم أبحث عن ناس يعلموني، واللي بيعلمك مو بالضرورة يعرف شغلك كله، ولا بضرر يعطيك الوقت كافي، قد يمكن يعطيك نصيحة مدة ساعة نص ساعة، لكن الفرانشايز لا، المانح يعطيك وقته، فبالتالي نسبة النجاح أعلى. يعني الدراسات العالمية، منظمة التجارية العالمية، منظمة الفرانشايز الدولية الـIFA، يعني أكدوا على أن نسبة النجاح بنظام الفرانشايز قد يصل إلى فوق 90%. يعني لو جبنا الحصان الطائر مثلا وجبنا كودو على نظام فرانشايز، أو جبنا مثل خلينا نقول مثلا في أمريكا حصان طار في أمريكا ومكدونالدز في أمريكا، في السنوات الثلاث الأولى اللي دخل نظام فرانشايز واللي دخل بنفسه، اللي دخل بنفسه أكثر من 67% خرجوا من السوق والمشاكل تواجههم، ما عرفوا يسوقوا، ما عرفوا يديروا ولا لا آخره، يعني حدود تقريبا 70% طلع من السوق، بينما اللي دخل نظام فرانشايز أكثر من 90% نجحوا. لأن أكثر من 90% نجحوا، لأن لو جت مشاكل على طول الجهة اللي هي المانحة تساعد في تخطي هالمشاكل. فدائما عندنا إحنا مقولة، دائما نقول مقولة، معنى فرانشايز لا للتقبيل. يعني مشوها للتقبيل، هذا تعرف إن هذا تبادي بنفسه ولا أحد يساند ولا ذا، فمعنى فرانشايز عادة لا للتقبيل، لأن لن تجد للتقبيل موجودة في المحلات، فنسب النجاح عادة تكون في أعلى من غيره. السلبيات، فيه طبعا كل شيء فيه سلبيات وإيجابيات، احنا اتطرقنا على إيجابيات، هناك سلبيات ولازم ناخذها في الاعتبار، لما اخذ نظام فرانشايز لازم اخذ في الاعتبار هالسلبيات عشان ما اتفاجأ بها. اولها واهمها زي ما ذكرنا قبل شوي اللي هي الرق التجاري، لازم تتقيد تقيد تام بتوجيهات المانح. اذا انت عندك راي عام فصاه وراي كذا كذا ما يصلح لك، ابتداء لا تروح له، لا تقول انا والله بطور محل وبطور المنيو وبطور كذا وبسوي كذا، ما يحقك تطور اي شيء، يحق لك تقدم اقتراح بالتطوير وهو اللي يطور المانح. لو قلت انا بسوي كذا بعمل كذا ما يحق لك،
إذا أنت كنت من الأشخاص اللي تقول أنا مبدع وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا ما يصير حق لك. إذا أنا قلت لا والله أنا إنسان مطيع، أنا متبع التعليمات، أنا بنفذ، أنا شخص منفذ، اكسكيوتر، هذا يصلح له. وفي مثل ما قلنا في اختبارات، ممكن واحد يخش على النت ويدور على إذا فرنشايز فور يو، في جهات بعضها تأخذ عليها مقابل فلوس مبالغ بسيطة وبعضها ممكن تقدمها مجانا. فأنت تختبر نفسك هل الفرنشايز يصلح لك ولا ما يصلح لك، يعني في أسئلة تجاوب عليها ويعلمونك هل الكاركتر حقك شخصية كانت تصلح الفرنشايز ولا لا. فواحدة من السلبيات أنك تقيد تام، يعني هم يعطونك التعليمات، هم يعطونك الخطط والأفكار وأنت تنفذها. الشيء الثاني قد تكون في تكلفة أولية عالية، بعضهم يقول ما دام بدفع التكلفة هذه لو أبدأ بشغل بنفسي يمكن أرخص لي. قد يكون كلام صحيح في بدايته، أنك لما تدفع يعني مبلغ بيكون عالي، وأنك لما تبدأ بنفسك في بداية أنه أقل، لكن ما ندري إحنا بعد 3 سنوات هل أنت تمشي ولا ما تمشي. يعني عادة يعني التكلفة الأولية إذا كانت يعني ذي يجب أنها حقيقة ما تكون مصدر يعني مصدر يعني قلق كبير وتعيق، لأن هذه من المشاكل أو السلبيات اللي في الفرنشايز، لأنه هو بيعطيك أساسا خبرته ومجاله الآخرة مقابل المبالغ اللي طلبها. إحنا حقيقة نوصي في المحاضرة هذه توصية أساسية يعني ورئيسية، وهي الحقيقة يمكن تركز للجهات التمويلية، لأن إحنا نتكلم عن منشآت صغيرة مما قلنا قبل في بداية المحاضرة. إحنا نتكلم عن الممنوحين أكثر من المانحين، يعني يمكن نقدم محاضرة أخرى مخصصة فقط على المانحين، لأن الفرنشايز هو قطاع عريض ومعلوماته عديدة وواسعة، يعني إحنا لا نستطيع نختصرها في خلال ساعة ساعة ونص ساعتين، لأن بس لو نتكلم عن العقد نفسه وبنوده يبغى لها يمكن أكثر من محاضرة مستقلة فيها دي. فإحنا الحق نوصي في هالمحاضرة نوصي حق الجهات التمويلية، البنوك، صناديق التمويل، صندوق المئوية، بنك تسليف، يعني بشكل عام يعني الجهات التمويلية، أنها تركز في تمويلها على الفرانشايزيز. لأن أي واحد يرغب أنه يشتغل بنظام الفرانشايز تقول تعال أنا بدعمك، لأن يعني من خصائص هذا بالنسبة لهم استرداد المبالغ والقرض أسهل لهم، لأنه خاص هو جهة تمويلية، هو يمول فبالتالي ما يغلق، ما عنده للتمويل. الآن بعض الجهات التمويلية، بعض الصناديق صار عندها إدارات رعاية، صار عندها إدارات تأهيل، إدارة تدريب، ما أدري إيش، بينما هي شغلها الأساسي تمويل، لكنها اضطرت لأن المنشآت الصغيرة ما عندهم أحد يوجههم، ما في أحد يدربهم الآخرة، اضطرت أن تأخذ العبء هذا على عاتقها، فصارت عندها جهات تدريبية، جهات تأهيلية للآخرة، تسويق للآخرة، مرشدين ومرشدين باب الآخرة. لكنهم لو أنهم ساهموا فقط ركزوا على التمويل، يعني أو نقول أكثر، ما نقول ركزوا، خلينا نقول توجه الرئيسي حقهم على المنشآت ذات الصبغة الفرانشايز، خلاص ركزوا على التمويل، وبالنسبة للمانح هو اللي بيتابع التدريب والتأهيل وخلافه، فهم يطيح عنهم هم متابعته، فبالتالي عندهم استرداد المبالغ المقترضة يعني بتكون نسبة يعني استرداد عالية جدا، عكس لما يعطون والله شخص ثم يفشل ثم يتمشكلوا معاه. فحنا نوصل توصية قوية وعامة الحقيقة أن البنوك صناديق التمويل توجه إلى الفرنشايزيز، إلى الامتياز التجاري. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في العجالة السريعة ان يعني اوفينا ببعض حق الفرنشايز، انا يسموني عاد عاشق الفرنشايز، فانا احب الفرنشايز. انا عندي زوجتي ام ابراهيم تقول لعيالي، لاني من زمان فرنشايز، تقول اذا مات ابوكم توبوا له الفرنشايز. تفضل. كان في اسئلة؟ الامتياز التجاري تبغون ترفعون يديكم ولا نحط برفع اليد؟ طيب تفضل، ما ادري لو كان في، تفضل بدل تصوت. ها والله هي تعتمد، السؤال هو النسبة المتعارف عليها، هو الحقيقة تعتمد على اذا كان منتج المقدم انت تبيع منتج وفيه يعني منتجات، او اذا كان خدمي في خدمات. اذا خلينا نقول مثلا انت تبيع مثلا يعني خلينا نقول همبرجر، مثلا الهمبرجر في منتجات، في لحمه وخس وخبز والاخره، ففي تكلفه عليك انت، فبالتالي عاده النسب يعني تتراوح يعني من 2.5 الى 6.5، تتراوح 2.5 الى 6.5. لكن اذا انت تقدم خدمه
خلينا نقول زي مثل مغاسل زي حلاق، لان في حلاق مثل ما قلنا في انشطه كثيره فوق 126 نشاط تخش في الفرانشايز، انت تقدم خدمات الصيانه وكذا، فبالتالي ما عليك منتج قد تصل الى 10%، قد يصل الفرن لا 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 النسبة 10% غير الماركتينج. تفضل تفضل. بالنسبة للوكالة، السلام عليكم. بالنسبة للوكالة والامتياز، الآن لو أنا باخذ امتياز ولكني مرتبط مع المانح بقطع ولا أدوات يعطيني إياها أو مثلا لحم في المطاعم، فشلون انفصل عنه واصير امتياز وبقاني آخذ من عنده القطع؟ هو يعني قد يكون جزء من مهام في العقد المانح أن يفرض عليك بعض المنتجات حقاته، ممكن ليس بالضرورة، بس إذا كان هو مثلا ينتج، خلينا نقول مثل باسكن روبنز، هو ينتج آيس كريم، لكن خلينا نقول إنك صرت بعيد، لو إنك مثلا في المنطقة حقته مش عنده مصنع لآيس كريم، فهو حيورد لك الآيس كريم وأنت تبيعه، لكن افرض إنك مثلا في بلد بعيد بيطلب منك إنك تنشئ مصنع لآيس كريم. لكن بعض الاحيان زي لو مثل ماكدونالدز هو ما يبيعك منتجات، فلكن يفرض على شركه مثلا انت بتاخذ السعوديه، يتفق انت كممنوح تتفق مع مصنع يصنع لحوم، زي مثلا متفقوا مثلا مع مصنع يصنع لحوم ويخلي خط انتاج يتوافق مواصفاته مع مواصفات ماكدونالدز، زي مثلا الخبز اتفقوا مع الراشد سوى خبز فياخذونه اللي يشترون من ماكدونالدز يعني. فبالنسبه للمنتجات قد يكون جزء من من, من جزء من هنا. شوف للسيدات، إذا كان أحط مرة للرجال ومرتين للسيد، للسيدات لو سمحت. السلام عليكم، تسمعون ولا في صوت؟ أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أستاذ محمد. أنا بسألك عن أسباب نجاح اختيار المانح الصحيح. قلت لي حجم الشركة هو عدد الممنوحين. أنا لما أختار عدد الممنوحين اختيار المانح، عدد الممنوحين في نفس المنطقة يكون كبير، يكون خطر في اختيار المانح او انه يكون افضل لي؟ احنا لما تكلمنا عن عدد الممنوحين نذكر في 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 بشكل عام، يعني بغض النظر عن المنطقه اللي انت تختارينها فيها ولا لا، مثلا خلينا نقول شركه في السعوديه مانحه وعندها في السعوديه الممنوحين مثلا 160 ممنوح، وخارج السعوديه في دول الخليج مثلا 30 ممنوح، احنا نتكلم عن عدد الممنوحين لدى المانح، ليس بالضروره في المنطقة حقتك، لأن هو حيعطيك منطقة خاصة فيك بالنسبة للامتياز الجاري. لأن عادة يصير عنده خريطة، هو عادة يصير عنده خريطة، الخريطة هذه خريطة محدد فيها المواقع اللي بيعطيها فيها الممنوحية. يعني يكون هذه موافقة من المانح أصلاً. أيوه، لأن هو عنده خريطة، مثلاً خلينا نقول الرياض، مقسم الرياض حسب منتج حقه أو الخدمة، قسمه مثلاً إلى 40 موقع. فلما تيجي أنت عنده تقول أنا عندي 40 موقع، الموقع فلان أخذ، الموقع فلان أخذ، هذا ما أخذ، هذا كذا. في عنده مواقع محددة، فأنت تختار الموقع اللي محدد، يفترض هو عنده مواقع محددة، فشيء منه أخذ شيء منه ما أخذ. لكن إحنا نتكلم عن عدد الممنوحين بشكل عام عنده يعني. شكرا أستاذ. سؤال آخر من السيدات. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام ورحمة الله. شكرا لحضرتك على المحاضرة. الحقيقة أنا عندي ثلاث أسئلة أستاذ محمد لو تسمح لي. تفضلي. أولها، ما هي المنتجات التي تتم فيها أخذ امتياز فرنشايز؟ هل في منتجات معينة ولا هو منتج بعينه؟ بجاوب على طول، هو الامتياز التجاري أكثر من 100 نشاط، فبالتالي عديدة جدا جدا، الريتيل شوبس، المحلات التجارية، الملابس، الصيانة، قلنا المقاولات، طبعا فنادق، تأجير سيارات، المغاسل، المكتبات، خدمات الطالب، عديدة، البويات، الدهانات، عديدة جدا. فيعني هي راجعة للشخص اللي يرغب في النشاط اللي يرغب هو، مثلا أنت كمنوحة، هل أنا أحب والله مثل بيع الملابس، هل أنا أحب شغل المطاعم، هل أنا أحب والله مثلا الدهانات، هل أنا أحب المقاولات، وش النشاط الأساسي اللي أنت ترغبه، ثم تبحث عن المانح في هذا النشاط. لكن أنشطة عديدة قد تكون في السعودية الآن حاليا قليلة جدا، لكن بشكل عام في الدول اللي يعني متميزة بالفرانشايز يوصل أكثر من 126 نشاط تجاري. السؤال بعده. السؤال الثاني، التوكيل، كيف يكون التوكيل ناجح بالنسبة للحاصل عليه؟ ما فهمت التوكيل. مميزات التوكيل. احنا محاضرتنا عن الفرانشايز، فأنا يعني ما أدري عن التوكيل، لكن عن الفرانشايز أقدر أجاوب عليه. التوكيل ما عندي خلفية ولا أبغى عندي خلفية، لكن فرانشايز أقدر أجاوبك عليه. يعني التوكيل. لأن احنا ضد التوكيل،
احنا عرفنا يعني احنا نتكلم عن فرانشايز. فرانشايز الامتياز التجاري يختلف عن الوكالة التجارية. طيب عفوا التجارية تختلف عنها. الفرانشايز حضرتك هل في موقع معين ممكن؟ طبعا افضل جهة يعني مزودة بالمعلومات هذه الاي اف اي، اي اف اي الانترناشنال فرانشايز اسوسيشنز، هذه في امريكا، هي منظمة دولية للفرانشايز، منظمة دولية للامتياز التجاري، وهي حقيقة تعتبر هي يعني الجهة الرئيسية للامتياز التجاري، وعندها حقيقة معلومات عديدة وقوية وجيدة وحديثة سواء عن يعني عن الامتياز التجاري والأخبار اللي رغبها الإنسان في الامتياز التجاري يعني. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا. تفضل أخوان. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا على المحاضرة القيمة. بالنسبة للموقف المالي للمانح، سعادتك ذكرت ان ممكن الشركة المانحة تتعثر اذا تعثرت، لكن من حق الممنوح ان يستمر، فهل من حقه ان هو يحتفظ بالاسم التجاري؟ دي نقطة، فيكون اكتر من واحد محتفظ بالاسم التجاري. النقطة الثانية، هل من حق المانح بعد ما يتعثر ويطلع هو ياخد الامتيازات من الممنوح؟ هذه في حالة صارت، يمكن اللي سمعوا بومبي، ومبي كانت شركة بريطانية، ومبي فاست فود هي، وخسرت الشركة، واحد من الممنوحين كان عندها عدد يمكن عدد كبير طيب، وبعدين في الأخير شرى الشركة الأم، لأنها يعني صارت كده، فممكن بكرة ممنوح يشتري أو يستقل. فإن قال هو القصد أن الفرانشايز عقد منفصل بين جهتين منفصلات تماما، فبالتالي ما يقلق هو من المانح، لو فرضا يعني خسر المانح ما يقلق على بزنس حقه يعني، لأنك حتبقى شعار تبلك أنت، لا الشركة مين موجودة، ما حد مطالبك يعني، لأن الشركة الذي مين موجودة، فأنت يبقى تشغلك له. خلينا نشوف الجهة الأخرى. تفضل نغير شوية. الفرق بين الوكالة وبين امتياز جاري، أول شيء الامتياز الجاري هو عقد بين جهتين مستقلات منفصلات تماما، يعني منفصلين تماما يعني، بينما الوكالة من أهم ما فيها في ارتباط عضوي. خلنا بضرب مثال قد ما يعني قد يكون واضح شوي. افرض انك انت وكيل لشركة سيارات، شركة سيارات مثلا خلينا نقول كورية ولا يابانية ولا خلافه، جت الشركة هذه أول شيء ما تلزمك بأي نوع من أنواع السيستمز والشكل العام لمحلك، فانت ممكن تحطك في اي مكان وتحط في السيارات وتحط المعرض حقك بالطريقه اللي ترغبها، ابتداء اليونيفورم حق موظفينك، طريقه البيع حقك، هو عنده عدد معين من السيارات لازم تبيعها سنويا، هذا ابتداء. بينما الفرانشايز لا، انت ملزم تستنسخ تماما ما عنده، ابتداء من اليونيفورم واللبس الموحد الى الانظمه والدله والمحل والهويه والاخره. الناحيه الثانيه، لو صار بينك وبين المانح بين الوكيل إشكالية، وقف عنك تصدير السيارات وصار بزنس حقك، حيتوقف خلاص، ما حتبيع سياراته لأنه ما عندك، ما يعطيك إياها. بينما الفرانشايز لا، أنت ممكن تستمر، خلينا نقول أنت مثلا خط الشركة، خلينا نقول إكس شركة فاست فود وجبات سريعة، إكس من أسماء الشركات، وصار بينك وبينهم خلاف، هم خلوا منتجهم يبيعون مثلا ستيك ومستيك والآخرة، انت والله وجدت ان ستيك في المنطقه اللي انت اخترتها ما عليها قبول، قلت والله بحولها لمندي، تقدر تحولها لمندي، وش يقدر يسوون لك؟ ما يقدر يسوون لك حاجه، هم الا الاشتكاك للمحكمه، المحكمه وين، لكن ما يقدر يمنعك اي شيء. عرفت قصدي؟ يعني هذه مثل من اهم الخصائص اللي عند المانح والفرانشايز والوكاله. طب السؤال الثاني، ما هي مده العقد عاده بالنسبه للماستر فرانشايز والديفلوبر؟ والله عاده هي مثل ما قلت يعني تتراوح من 10 الى 15 سنه، يعني بعضهم من 10 الى 15 سنه. الاخوات السيدات، 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 السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد. اهلا، يعطيك العافيه. عندي سؤال عن مصطلح الفرنشايز. هو الفرنشايز طبعا قديم، في يمكن القرون الوسطى بدا، كانوا يعني الملوك ذاك الوقت او القطاعيين في ذاك الوقت عندهم منطقه معينه ياخذها ويكون زي النبلاء، فكان يعطي امتياز تجاري لمنطقته لبعض التجار، من التجار فيعطيه حق امتياز تجاري فرانشايز للمنطقه يقدر يبيع فيها. فانطلقت كمسمى من احتكار بعض خلينا نقول هم يعني
يسمونهم الاقطاعي، هو يعطي حق للتاجر او بعض التجار، يعطيه المنطقه يبيع فيها. لكن تطور بعدين صار بزنس، ومن اول الشركات اللي اشتغل فيه سنجر اللي حقت المكائن، وبعدين كوكاكولا، وبعدين يعني طلع في تقريبا بدايه القرن العشرين، وطلع بقوه بعد الحرب العالميه الثانيه، اشتهر بقوه، صار هو تقريبا يعني طريق رئيسي للاقتصاد الامريكي. يعني سؤال ثاني من الاخوات، ها؟ ولا هو تقريبا في يعني لما كان في نبولا في القرون الوسطى 1700. السلام عليكم. يعني تفضلي. استاذ محمد، ما ارتباط سوق الاسهم بهذا النظام، وهل اقدر اعرف به الموقف المالي للشركه او شيء؟ طبعا سوق الاسهم يعني الشركات اللي تكون عندها فرانشايز قد تكون داخله في سوق الاسهم، تكون يعني مسجله في البورصه، هذا اللي يمكن الرابط بينهم. في شركات كثيره من الشركات الفرانشايز شركات مساهمه، فيمكن تشوف اسهمها سواء اعتلانا او هبوطا في سوق الاسهم. والسؤال الاخر وشو؟ السؤال الثاني ايش؟ يعني اقدر اعرف به الموقف المالي لهذه الشركه؟ طبعا من حقك تطلبين الموقف المالي. وش الموقف المالي؟ من حقك انك تطلبين الموقف، تتاكد الموقف المالي انه والله جيده، على الاقل اشوف اخر ميزانيه لها. يعني اخر ميزانيه للشركه او ثلاث سنوات الميزانيه للشركه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أخي العزيز، والله بس أنا أحتاج مقدمة بسيطة عشان تفهم نقطتي وعشان نستفيد منها الجميع. طول عمرك لا شك أن الخبراء مع الغرفة التجارية أن في مشكلة بالنسبة للامتياز في السعودية، لأنه شكله يتعارض مع طباعنا، معي إحنا عندنا زيادة ثقة بالنفس وزي كذا، وهذا ينطبق على اللي بياخذ وعلى المانح والممنوح، معي. فمثلا تعرف مثلا في شركات مشهورة جدا وترفض تعطيك حقوق زي البيك، خلنا نفترض مثلا. طول عمرك نجد انه مثلا شركات اخرى زي الطازج عدد ناس بعدين سحبتها منهم، معاي. تجد انه الاقبال عليه قليل مثلا في السعودية، حتى الخليج ممكن اكثر منه. مثلا في امريكا نعرف نسبة عالية اكثر من 80% من اعمال الجديدة اللي تبدأ فرانشايز، لانه زي ما تكرمت انه الواحد لازم يبدأ من حيث انتهى الاخرين. فأنا بصراحة أنا شخصيا إني درست برا واتفقت مع أحد الشركات الكبيرة اللي عندها أكثر من 4000 فرع معي، وقعت معهم 4000 موقع أيوة، واتفقت معهم اتفاق مبدئي وجبت الناس اللي يشتغلون في المجال وزي كذا، وجدت رفض نهائي جدا من من نفس من هنا من المستثمرين. أنت ما استفرن شيء قص؟ إيه، على أساس إني أعطيهم بسيط. أيوة. بسيط أنت يعني. أيوة، على أساس الناس اللي ترفض يعني عقد الامتياز يرفضوه. مثلاً حتى المعدات هم متفقين موقعين مع شركة عالمية وتبيع بديسكاونت، يقول لك لا أنا أشتري المعدات بس ما أخذ الامتياز معايا. وبالفعل يعني كنت مع ناس عشان كذا هذه المحاضرة. ايوه، فبصراحه يعني النقطه اللي بقولها يعني هو طريقه كويسه، وزي ما هي منتشره في اوروبا وامريكا، يحتاج الغرفه التجاريه مع الجامعه انهم يسووا زياده ابحاث على اساس كيفيه تدخيلها، لان عندنا ثقافه ان الواحد خلاص انا بغير وبدل واجيب وزي كذا. وعندك مثل الطازج عده اماكن في الرياض مشهوره وشغاله، مع ذلك انسكت. شكرا. هو طبعا احنا ذكرنا في البدايه من ناحيه المانح والممنوح، وقلنا اسباب المعوقات او التحديات اللي واجهت المانحين في السعوديه اختيار الممنوح. اسباب النجاح في مثلا في امريكا يهتمون جدا باختيار الممنوح. احنا يفترض المانح ما يتعجل في اختيار الممنوح، ليس كل من جاك او عنده رغبه في العمل التجاري يصلح. لازم اول خطوه ان هل هو يصلح للفرانشايز ولا لا، وبعد الخطوه هذه هل هو يصلح للبزنس ولا لا. لا في 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 لا 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 احنا من كوكب الارض، فبالتالي اللي يقع على البشر يقع علينا. تفضل. حياك الله استاذ محمد، الله يعطيك العافيه، شكرا على المحاضره. اي عبد الله خمسه. اي نعم، انا اشوف من اهم الاشياء اللي تحارب الفرنشايز في المملكه. ارفع ايدك تتكلم. اي الله يحفظك. اي من اهم الاشياء اللي تحارب الفرنشايز في المملكه سهوله التاجر انه يحصل على العماله الاجنبيه برخص وانتشارها في المملكه، والتستر التجاري هو اللي يحارب الفرنشايز. الأخ ضرب مثال في أمريكا، لما يفتحون فرع أو فرعين يواجهون صعوبة في فتح آلاف الفروع، لكن عندنا في المملكة لا، الشركات القابضة تكبر
على العمالة الرخيصة وعلى التستر، فيقول ليه أعطي شبابنا في مناطق المملكة؟ لا، أنا أكبر كل قد ما أقدر أصغر الاحتياجات ومنشآت صغيرة ومتوسطة إني أنا أحتفظ فيها لنفسي. فسهولة العمالة ورخصها والتستر هو اللي حارب فرانشايز المملكة. هو ما في شك التستر هو يعني من أهم التحديات اللي تواجه الاستثمار بالنسبة للمنشآت الصغيرة بشكل عام. وميزة الامتياز الجاري هو واحد من العناصر اللي تقضي على التستر، واحد من أساس تقطع التستر. طبعا الدول الأخرى يعني يمكن يندر عندهم شيء بما يسمى التستر، كل شيء عندهم مكشوف وبالتالي هنا. لكن أنا أقدر يعني أطمئنك المستقبل للامتياز الجاري للفرنشايز بالسعودية، المستقبل بإذن الله للامتياز التجاري. الأخوات السلام عليكم. السلام. أنا عندي استفسار عن الأفكار الإبداعية. تستحين مانحة مش ممنوحة. طيب الله يجزاك خير. أنا دائم عندي أفكار إبداعية وألاحظ الأغلبية يستمد مني الأفكار خلاص في التطوير أو في خلق مشروع. طيب. جديد. السؤال أين أتجه؟ والله نادر الفكرة الرئيسية اللي عندك اللي ترين أنها فعلا أنها بزنس، وبعد ذلك تحاولين لما تبدين البزنس تحاولين تكون أنت مانحة، يعني يكون ستارت البزنس حقك بداية البزنس مبني على أنك تكون مانحة، فبالتالي يكون عندك ماني وزد للتشغيل ما أدري إيش إلى آخره، عليك تكون مانحة ما تبدي وبعد فترة كذا يصير في تعب. لا، خلي التعب مبني على شيء جيد يعني ما يكون مبعثر. طيب ما في جهة معينة أقدر أتجه لها يعني أنتسب لهذه الجهة؟ مو طبعا ممكن تروحين الجهات اللي هي رواد الأعمال، طبعا في جهات سواء ضربة تجارية فيها رواد الأعمال يقدرون يقدموا لك سواء إرشاد أو الخدمات اللي متبقية. ممكن تعطيني اسم معين؟ ولا نفس المركز المنشآت اللي في غرفة عند الأستاذ فهد العبد الكريم، هم يقدرون يساعدون. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. تفضل. جزاكم الله بخير. ماجد الحكمي ديوان على لي تجربة حبت. تفضل. وصل الصوت. إيه. احنا في مجموعة شباب سعوديين. مجموعة شباب سعوديين تخصصنا في تسويق الفرنشايز. فلنا تجربة بدأت من منتصف 2012 في جلب علامات تجارية من الخارج، أو الآن الحمد لله متوجهين إلى أنه يكون علامات تجارية سعودية بحيث أنها تكون قابلة أنها تنتشر داخل السعودية، تكون يكون موردين قريبين، نسبة النجاح أكثر بحيث أن المجتمع عارفها زين، ما يحتاج ممنوح الفرنشايز يتحمل مثلا تكاليف كثيرة في النقل البحري أو في الجمارك أو في أشياء كثير. فإلى الآن إحنا حصلنا مجموعة من تقريبا حوالي 6 علامات تجارية إنه في التسويق لها في داخل السعودية أو الخليج، بالإضافة إلى علامتين، وهذا المفرح، علامتين تجاريتين سعوديتين بتصير إن شاء الله قريب يعني متاحة للفرنشايز. السؤال إنه قبل فترة في وقت بداياتنا إحنا جينا الغرفة التجارية ما كان فيه ذاك ما لقينا حتى، يعني مبسوط جدا شفت لجنة الفرنشايز، لجنة الامتياز التجاري في الغرفة التجارية قبل فترة ما كانت موجودة. فكذلك السوق فيه شح في المعلومات وفي معرفة الناس للفرنشايز، يعني كثير لما تجلس مع واحد تقدر تقول له إنه أنت تقدر تأخذ سبوي أو تقدر تأخذ كذا، وسبوي كان متاح مثلا هنا في الرياض في يوم من الأيام، الآن ما شاء الله ماشي جدا. تشوف أحد العلامات الشركات المدرجة في سوق الأسهم مثلا عندها 88 علامة تجارية، وهذا من يعني من يدل على نجاح نظام الفرنشايز. كيفية نقله إلى الأفراد اللي هم أكثر يعني ملائمة، خصوصا إذا ما يقدر يبدأ بمنشأة صغيرة أو مصنع أو متوسطة، فهو الفرنشايز هو أكثر شيء ملائمة له إنه يبدأ فيه من البداية، خصوصا إذا كان ما عنده ذاك القدرات، يمكن قدراته محدودة فيضطر إنه يأخذ شخصية المطيع. ممتاز. وهنا برضو في شخصية المطيع أنا عندي ملاحظة بسيطة إنه في بعض الفرنشايزات تعطيك مرونة واختيارات في المواد الأساسية. نعم. في المانوز والأوبريشن. أغلب. سؤالي هو ما هو دور لجنة الفرنشايز أو الامتياز التجاري في غرفة التجارية في دعم المسوقي الفرنشايز وفي دعم المانحي الفرنشايز السعوديين وكذلك الباحثين عن الفرنشايز مستقبلا؟ احنا حقيقة بالنسبة للجنة الفرنشايز لها مجموعة من الأدوار، منها طبعا نشر الوعي، نشر ثقافة الفرنشايز،
على مستوى السعودية كلها. أيضا إيجاد مركز معلومات بتكون متكامل في الغرفة التجارية عن الفرنشايز، اللي يرغب عن معلومات عن الفرنشايز يحصلها في المركز المعلومات، سواء مجلات أو أدلة فيما يخص هذا الشيء. لكن من أهم الأشياء اللي إحنا هجينا نحطها على عاتقنا اللي هي توجيه الجهات التمويلية. إحنا حريصين جدا على توجيه الجهات التمويلية، صندوق مثلا بنك التسليف وخلافه، صندوق التمويل، إلى أنهم يوجهون الإقراض للمنشآت اللي ترغب أو الأفراد اللي يرغبون بنظام الفرنشايز. وهذا يكون توجه في توجه الأشخاص بنظام الفرنشايز. هذا يساعد وجود مانحين ويعني يساعد وجود مانحين أكثر يعني. طيب ليه؟ هذه إن شاء الله بادي فيها عن طريق مركز معلومات ونبدأ فيها إن شاء الله، ونتوقع السنة هذه نطلع بحصيلة جيدة. نتوقع إحنا حنسوي بحوث ودراسات وكتيبات عن هذا الشيء. هذا يعني إن شاء الله إحنا الآن بنصدر دليل، بنبحث عن إصدار دليل عن المنشآت الموجودة السعودية اللي تمنح إن شاء الله. تفضل. إيه. الفرنشايز او الموافقه او الواحد يرجع لها اذا اراد المانحه، الجهه المانحه، لا الشركة داخل المملكه، الجهه الحكوميه، الشركه نفس الشركه، لا هي الشركه بالخارج. لا وانا ابغى يعني الان اخذ توثيق للعقد او اي شيء. طبعا لما اتكلم عن توثيق العقود هو افضل شيء انك يكون عندك محامي، لكن عاده اللقاء والمقابله تكون مع الجهه المانحه على طول، الجهة اللي حتدعمني على أساس إن أنا يعني أشتغل. هذا يكون معك محامي عاد، لازم يعني وزارة التجارة ولا الغرفة؟ لا 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 لا، يمكن الغرفة كأرشاد ما أرشاد، بس لابد يكون معك عقود، تكون معك محامي. تفضل الأخوان اللي هناك. ما وزارة ما ما داخل. ها؟ لا ما نبغى وكالات. تفضل. السلام عليكم. بالنسبة للمانع. ما نروح وكالات يعني. حنا ان شاء الله نقول نامل انه يتغير يعني. لا لما تسجل لما تنتهي بالعقد تروح تسجل عند الوكالة لما تنتهي. بس لما تنتهي احنا نتكلم عن المرحلة قبل الانتهاء. فهمت كلامك؟ قبل الانتهاء تبدا انك تعامل مع المانح. يكون معك محامي، لا بد يكون معك محامي، سواء انت مانح او ممنوع. طبعا كان ممنوع افضل شيء، لازم يكون معك محامي. الفرنشايز لازم يكون معك محامي. تفضل. بالنسبة للمانح، وش الميزات اللي بتكون له إذا أعطى الامتياز التجاري حقه؟ يعني ليش يعطي مثلاً امتياز ما يعطي وكالة؟ وش الحاجات اللي تشجع أنه يعطي امتياز تجاري؟ طبعاً هناك فرق بين الوكالة والامتياز. الوكالة عندك منتج وتبيعه ابتداءً، يعني لما يكون عندك وكالة من عندك منتجات، يعني عندك مصنع زي كذا وتبغى أحد مسوق لك هنا. فاحنا نتكلم الآن عن الفرنشايز اللي قد تكون أغلبها خدمات. الفرنشايز الشركة المانحة أصلاً فلوسها تجي من الرسوم، سواء الرسوم الأولية أو الرويالتيز. يعني لو جينا أنا أعطيك مثال شركتين مشهورات في أمريكا، اللي هي مثلاً سفن لفن اللي حقت البقالات، والصوي اللي ذكر واحد من الأخوان الصوي. هذا عندهم أكثر من 40,000 موقع، دخلهم من الممنوحين. يعني الفرانشايز دخلت ممنوحين، بالتالي هو توسع أفقي. يعني دائما الفرانشايز هو عبارة عن توسع أفقي. لما نتكلم حنا الآن بطاقية المانحين، هو عبارة عن توسع أفقي عبر الآخرين. أنا أتوسع أفقيا، لكن مو بأن اللي بفتح المحلات، لا عبر آخرين. فبالتالي إيرادات تجيني من الآخرين، اللي حسوا من الانيشال فيز اللي هي الرسوم الأولية، ومن الرويالتيز اللي هي الرسوم الشهرية من بالنسبة من المبيعات. يعني فدخله يجي من من من, من هذا الشيء يعني، أو الماركتينج وغيره. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد، سؤالي في الحقيقة هل هناك قيود عامة يتقيد فيها المانح والممنوح أثناء التعاقد على عقد الفرنشايز، أم الأمر مفتوح يعني في حرية تامة في اختيار البند مثلا او طريقه التعاقد او كذا؟ حتى لو كان مثلا التعاقد يختلف على ما جرت عليه العاده، حيث انه يكون مثلا طريقه اليونيفورم او الطريقه تختلف كليا. العقود في قبل توقيع العقد، قبل توقيع العقد العقود الحلقه الاقوى المانح هو اللي تشرب، يعني قلما انه يوافق على شروط الممنوح إلا في الانيشال فيز، في الرسوم الأولية هي اللي قابلة للنقاش، لكن أغلب أشياء ما تكون قابلة للنقاش. فبالتالي الممنوح حلقة أضعف في العقد، في بنود العقد، ما يقدر يغير فيها كثير. زي لما أنت الحين تروح البنك
ولا شركة تأمين ولا الهاتف السعودي ولا شركة كهرب، يسمونها عقود إذعان. توقع بس ما حد يشاورك أصلا، ما حد ما يسألونك. لما تدخل كهرب بيتك مو في عقد تناقشهم تقول أشيلوا ويحطوا، ولا توقع بس يعني تسمع عقود إذعان. فهي قريبة لعقود الإذعان، يعني أغلبها قريبة لعقود الإذعان. يعني الشيء نعم السيدات نجح. سيدات ناخذ آخر سؤالين. السلام عليكم. ناخذ آخر سؤالين عشان الصلاة يا أخوات. تفضلوا. أسأل؟ أي تفضلي. شكرا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. معلش يمكن يكون سؤالي بسيط جدا، بس إنه يعني هذا اللي أنا يعني أقدر أسأل فيها المحاضرة، خبرتي بسيطة جدا، بس إني بسأل هل نظام في المملكة العربية السعودية في النظام أولا في الدول اللي يعني عملت بالفرنشايز عندها نظام يحمي فعلا من ما يسمى، أنا ما أدري شو يسمى، يعني اللي هو تقليد أو تقريب المنتج؟ يعني مثلا عندنا في السعودية ممكن يفتح اسم وتلاقي ونت مار في الشارع تتوقع أنه نفس المحل. عادة في عقود امتياز جاري عادة في عقود النظام الماستر فرانشايز ونظام الديفلوبر يلزم الممنوح أنه يتابع الحقوق هذه. لو شفت أنت واحد مقلد للمنتج حقك، أنت مطالب من قبل المانح أنك تقاضي الجهة المقلدة لك. إيه بس إحنا عندنا في المملكة ما يحفظ له هذا الشيء، يعني عندنا إحنا من القوانين في جهات حكومية وفي جهات محاكم هي تفصل في هذا الشيء. أنت تدعي إنه مقلد والمحكمة أو الجهة القضائية هي تفصل هل هو مقلد أو غير مقلد. لكن من حقك إنك تدعي على إنسان، وهو من حقه أيضا إنه يعني يدافع عن نفسه. لكن بالنسبة للمانح عادة في العقود أنت مطالب يا ممنوح، أنت مطالب إنك تبحث وتقاضي من يقلد هذه الاسمه. شكرا. في منطقتك من يقلد يعني العلامه التجاريه او المنتج اللي متفق عليه انك انت مطالب به يعني من قبل المانح. السلام عليكم. عليكم السلام. الاستاذ محمد، هل هذا المانح مسؤول عن الشحن العماله مثلا، العماله اللي تكون موجوده بالمحل هل هي يعني ممكن دعمها؟ احنا ذكرنا في البدايه الفرانشايز هو عقد بين جهتين منفصلات تماما. فانت لما تفتح خلينا نقول مثلا انت خلينا نقول كودو بحكم انها يعني جهه وطنيه وسعوديه، واخذت كودو انت المطالب الممنوح هو مطالب يجيب عماله وهو مديرهم وهو يروح مكتب العمل وهو يروح البلديه. شركه كودو الاصليه ما لها اي علاقه ولا لها اي دخل بموقعك، انت مسؤول عن كل حاجه. هم فقط يجون يدربون الستور مانجر، يدربون المدير، طبعا يدربون الممنوح الاصلي على العمل، ويدربون اثنين ثلاثة من الموظفين الأساسيين ومتابعة الآخرة. لكنك أنت مسؤول عن كل حاجة، هم ما يوفروا لك عمالة ولا يوفروا لك ترخيص من البلدية ولا شيء، لأن من ما قلنا هو عقد منفصل، يعني عقد يعني بين جهتين منفصلات تماما. تفضل يا أخوات. أستاذ محمد أشكرك على هذه المحاضرة القيمة التي يعني بينت فيها كل جوانب الفرنشايز، وأنا أخوك عبد الله الشريدة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم. أهلا وسهلا. ووكيل مطاعم صبوي في القصيم وتبوك. ممنوح ممنوح، ما نبغى اسم وكيل وموكيل، كلمة وكيل ضغوها تكون. أنا أقول ممنوح. مطاعم الطازج في القصيم كذلك. بحكم تجربتي مع المطاعم هذه والشركات، وجدت الحقيقة يعني نوعين من التعاقد. في شركات يعني تطلب مبلغ عند توقيع العقد، نعم نشيل فيس كبير اللي هو الرسم الأولي، يعني مثلا تطلب $100,000 مثلا، إذا أخذت منطقة كاملة وعدد فروع معينة تأخذ مثلا $200,000 أو $100,000 هذا مرتبط مثلا بعدد السكان. هنا يعني هم يوزعونها بناء على عدد السكان في الأصل، يعني وين جت القسمة منه شو عدد السكان. لأنك لما تفتح فروع أنت كماستر فرانشايز، لما تفتح فروع تفتح فروع بناء على عدد السكان، إذا صار عدد السكان قليل تفتح عدد قليل. فهم عادة الرسوم حقتهم مبنية على عدد السكان، على بابليشن. وبعض الشركات تطلب مبلغ بسيط عند توقيع العقد،
وتاخذ نسبه عالش. اكثر يعني مثلا الطازج ياخذون 12% بما فيها الماركتينج وعند توقيع العقد تقريبا 100,000 ريال. بس قصدي 12% بما فيها الماركتينج بما فيها التسويق. اي نعم بما فيها التسويق طبعا 4%. ايهم يعني افضل هذه او هذه؟ يعني طبعا اللي نشر الرسم الاولي هو قد يكون مبلغ يعني عالي في البدايه لكنه افضل لك على المدى الطويل لان ايرادات العاده تعتبر اكبر ويعتبر في الاخير يعني المبلغ قليل. لكن اذا واحد ما عنده مبلغ يعني يقول هنا فبالتالي يقول يعني الشك والله يعني فيمكن يرضى بهذا الشيء. لكن دائما افضل انك مساله النسبه اقل احسن لك في المدى الطويل لان العائد الربح حقك يعني يكون اعلى. لو 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 اخذت الرسم الاولي بيعتبر خلال مثلا ايراداتك في خلال 3 سنوات او 5 سنوات يمكن ما يمثل الا شيء بسيط. فكانت النسبه اقل كان افضل يعني. شكرا طلال. اهلا وسهلا. اي سؤال؟ تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. قرب لنفهمك شوي. تشغيل في الصيانه او في التدريب او في عمليه الاستشارات. الجهات المانحه بشكل عام تساعد في التدريب وهذا عنصر رئيسي. لا انا اتكلم يكون الفرنشايز اما تدريب او طبعا تشغيل صيانه يعني ممكن الجهه ممكن انت شركه صيانه وتصير فرانشايز. يعني مثلا اعطيك مثال مستر يانج يعني اللي هو حقي مثلا يعني محاسبين قانونيين هذا لي فرانشايز. فممكن انت تصير مركز تدريب حق الخليج اللي هو نيو هورايزنز هذا فرانشايز. هذا قصدك انت يعني نشاط تدريب واللغات هذه واجد فيها فرانشايز واجد. شركات عديده تقدم فرانشايز على التدريب والاستشارات. ضربتك مثال ارنست اند يانج يعني. تفضل. السلام عليكم. مساء الخير. خبرتك استاذ محمد بالفرنشايز وش افضل شركه ممكن انك يريكومند ان الواحد يبحث عن الفرنشايز حقها؟ رقم واحد وش النشاط اللي انت ترغبه كنشاط؟ الفاست فود من اروح. ثانيا طبعا الفاست فود انواع من بيزا من يعني طعام يعني فاين دايننج اللي هو زي نقول تشيلز ما تشيلز والى همبرجر الى هات داكس الى سندوتشات زي السبويز والكودو. يعني وش النشاط اللي بشكل عام اللي ترغبه؟ الشيء الاخر شوف الشركة اللي ذكرنا سمعتها قوية لها زباين يعني. أنت ذكرت كودو بس هذا اللي مركز على كودو. لا قلت عايز أنه وطني بقى. أضرب أمثلة كودو لأنه وطني يعني لأنه سعودي يعني. لكن فيه شركات أخرى يعني موجودة في السعودية بس أنا بس أذكر كمثال يعني كودو وغير كودو يعني. وهرفي الحقيقة حسب المعلومات اللي عندي يعطي فرنشايز خارج السعودية داخل السعودية محتكرة على نفسه. لا كودو لا بيعطي يعني شوف هذول يعني خلينا نقول المنتجات الوطنيه عندهم اشكاليه في الممنوحين فبالتالي هم عندهم خوف سواء قلنا الطازج او كودو او هرفي عندهم خوف لان اختيار ممنوح اهم شيء اختيار ممنوح. هذا رقم واحد. رقم اثنين احنا انا قلت في بدايه المحاضره هو بزنس موديل وهذا في قليل من الناس اللي يفهمونه. الفرنشايز هو بزنس موديل يعني انا اتوسع بالنسبه لنشاطي يا عن طريقي يا عن طريق غيري. فالفرانشايز عن طريق غيري مش عن طريقي. فإذا أنا رغبت إني أتوسع عن طريق غيري فأختار الفرانشايز. لكن قلت لا والله بفتح فروع باسمي فما يصلح أفتح فروع باسمي ونفس الوقت أعطي غيري. لكن أنت بشكل أو آخر حتى تكون منافس بشكل أو آخر منافس لممنوح. معناك أنت بتبحث عن المواقع الجيدة لك وفيها زحمة ولا آخره تأخذها لنفسك. وأيضا حتى في طريقة التشغيل لأن عندك طاقيتين طاقية الأوبريتر أو مشغل وطاقية المانح. لكن غالبا طاقية المشغل تغلب طاقية المانح. فلما يجب أنك تفصل بين الشركتين. لما أنا أقول مثلا كشركة مثلا هرفي أو شركة كودو أو الآخر الطازج خاصة عندي إدارة مستقلة تماما عن إدارة التشغيل. إدارة تشغيل مستقلة فأنا حاسبة زي حاسب أي شركة فرانشايزيز أي ممنوح. لكن للأسف لا يخلطون من الطاقتين فيصير فيه إشكالية. لكن يفترض على المانح بقدر الإمكان يبتعد بقدر الإمكان ما نقول لشرط لكن بقدر الإمكان يبتعد عن التشغيل. قد يكون عنده موقع موقعين لكن نقلنا الصبويز ما يملك ولا موقع. السبب الأثر ما يملك ولا موقع. كل المواقع في العالم عندهم 40,000 موقع هم أكبر سلسلتين في العالم نظام فرانشايز ما يملكوا مواقع. المكدونالدز قاعد يقلل لكن يملك مواقع في المواقع اللي يرى أنها لازم مثل يسبق بها الآخرين أو ما فيها ناس أو فيها إشكاليات فيتقدم فيها وبعدين يبيعها بنظام الفرانشايز.
لكن هي يملك عند حدود 37,000 منشأة، يملك ما يملك منها تقريبا فقط 2000 منشأة. سؤال أخير أستاذ محمد، بالنسبة للممنوح هل لازم يكون يعني مؤهل في الفاينانس وفي مثل الماركتينج على أساس؟ لا، أهم شيء في الممنوح أهم نقطتين، أنه يعني مطيع يتبع التعليمات، اثنين مثابر يثبت على المحل، مو بيجي والله يعطي موظفين ويروح ويتركه، لا لازم هو بنفسه يشتغل، لازم هو بنفسه هو اللي يعمل، هو اللي هو راعي المحل، من أول ما يبدأ المحل يفتح لين ما يسكر يكون متواجد. لا بس قبله لازم إنه يدخل على شو اسمه الملاء المالية الظاهر. لا 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 في شركات كثيرة في أمريكا مانحة امتياز جاركي، شركات يعني مو قليلة اسمها كبيرة، ما تطلب منك ولا قرش، تقول أنا بجيب فلوس لك بس أنت خليك رجال تشتغل، تقول تمويل علي أنا بدبر لك التمويل سواء عن طريقها أو عن طريق جهة تمويلية، هي تدبر تمويل. تفضل أستاذنا عاد الرئيسي. من أول المحاضرة بس ممكن في نقطة بسيطة لو أوضحها. أساس الفرنشايز بدأ بحيث أنك أنت بنفسك تشغل المحل. نعم. في السعودية عندنا موديل مختلف، بالذات في السعودية. في السعودية إلا تشهر الماستر فرنشايز، شركات كبرى زي ماكدونالدز زي برجر كينج. ماكدونالدز ديفلوبر. جو أخذوا ماستر فرانشايز. أخذوا ديفلوبر. ماكدونالدز برجر كينج ديفلوبر. لا، ذير ماستر فرانشايز. فلو تأخذ واحدة من الحاجات اللي أنا شخصياً بسوي عنها لي 20 سنة أكبر اثنين موجودة في المملكة. هذولي حتى أعطوا ماستر فرانشايز على مستوى المملكة، على مستوى المنطقة كلها. هذولي طبعاً بياخذوا الماستر فرانشايز. يدفعوا نسبة معينة ويجوا على الفرانشايزيز الثانيين بياخذ عليهم الصبر. نسبة أعلى الصبر. الفرق بين الاثنين هم اللي ياخذوا. لكن المهم في الموضوع على ليش النقطة دي لأن السؤال الأخر في أمريكا بالذات كان الموضوع الفرانشايز لازم يكون الشخص بنفسه هو اللي يشتغل اللي هو نظام اليونت، عشان كده ما كان في مشكلة تمويل وما تمويل، ما دمت أنت تشتغل. ترى على فكرة في السعودية في محاولات عديدة دي الأيام زي هذه التمويناتي تمويناتي. نعم. هذا موديل جديد انه يبغوا الناس يقولوا تعال انت اشتغل حتى صندوق التسليف يعطيك الفلوس كلها. نعم. فالفكره حقت الفرنشايز كانت على اساس الشباب اللي يبداوا انه مش صغيره هو بزنس حقهم بنفسه. في عيوب في الفرنشايز ذكرتها، من ضمن العيوب انه مو من السهوله انك تتخلص من الليس اللي انت تقول كذا. انا اقول لا مو صحيح، لانه مثلا من ضمن الشروط المحلات المطلوبه قلنا المطاعم يحطوا لك من ضمن الشروط الموجودة في واحدة من الشركات إنك ليس لك الحق في نقل الموقع لمدة 5 سنين حتى لو ما يبيع ولا قرش. ما دامت حطيت النيم حقها مثلا حطيت اسم whatever هيرفي ولا اللي يكون، ما لك حق تحرك المحل لمدة 5 سنين مثلا. هذا مثال منها. من ضمن الأمثلة الموجودة كمان اللي هي تعطيك restriction طبعا لها كمان بالنسبة للفرانشايزور اللي هو المانح، هو كمان بعض الأوقات يتأثر بباد فرانشايزي، واحد اخذ الاسم وحطه وما سوى عليه شيء مثلا ولا تقيد ولا تقيد بالنظافه ولا سوى شيء، من الصعب جدا يتخلص منه. وطبعا هذا عبء. في مثال مشهور في السعوديه يقول لك ليه ما جاء في الرياض، ما بدي اقول الاسم، كل واحد يقول والله عشان فلان وفلان مانعهم، احد منع ولا احد يقول شيء. هم عندهم التزام، انا تفاوضت معهم قبل 15 سنه مبلغ ضخم اعطيناهم على اساس يقول لك انا لازم بنفسي اشرف عليها. لو تروح تشوف محلهم مشهورين مره هذولي وناجحين جدا. البيك 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 مثلا لما تقول له ابغى فرانشايز الحين يمكن يعطي فرانشايز ما ادري، بس ذيك الايام كان عنده موديل انه لا، انت لو تروح في جدة تشوف عنده مصنع كبير منظم مرتب، البيك حتى الدجاج يجيك بالحبه بالوزن في كيس ما يسوي ولا شيء غير الكيس يفتح ويحط. فهذولي قالوا لا، انا عشان اتحكم في الجوده واتحكم في الرذم حق الماركت، هو يقلق من الماركت حقه له رذم معين بسرعه معينه ما يعطي لحد ثاني فرانشايز. يمكن تغير الان، معلش انا بس فكرتي انه شكرا الله يذكر عليك. الفكره كانت انه الاخوان اللي بيقولوا انه فلوس ما فلوس، طبعا فلك فلوس شويه ما في مشكله. اسف على الازعاج. شكرا. اخر سؤال، اخر سؤال تفضل. أستاذ محمد، لماذا يعطى الرويالتيز من الإيرادات وليس من الأرباح؟ لأن ما يخش معك في مشاكل الأرباح، لأن الأرباح معناها في مصاريف، في اختيار المصاريف هل هذا مصروف ولا غير مصروف. يعني أنت دائما الأرباح عندك إيرادات ومصروفات ويطلع الربح أو الخسارة. المصروفات هذه التلاعب فيها عديد،
ممكن تدخل فيها مثلا موظفين، تحط وظائف عاليه رواتب عاليه، هذا مصروف صيانه من مصروف صيانه الى اخره، فالدخول فيها فيها متاهه، لكن الايرادات واضحه، هذا رقم ايرادات، السلام عليكم. فبالتالي هم يخشون في المبيعات يعني اسهل لهم. الارباح صعب جدا جدا، دائما دخول في الارباح ما بتخش في نظام التشغيل، هل المصروف هذا حقيقي ولا غير حقيقي، هل مبالغ فيه ولا غير مبالغ فيه، عشان تطلع من الربح. المصروف اذا ما يعتلي يقل الربح. المصروف هذا الاجاره اللي قامت بالمصروف هذا هل هو حقيقي ولا لا؟ الاجاره حطيت 400,000 يمكن ما سوى 200,000، اذا تزودت عشان تاخذ قرش من وراء. انت اعطيت الموظفين رواتب عاليه لكنها مو حقيقيه وهميه عشان تقلل الربح، لانك يعني تبطيل من الارباح، فبالتالي هم ابتداء يقول خلاص اعطيني ايراداتك والسلام عليكم. شكرا. طيب نشكركم جزيل الشكر يا اخوان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم.